للحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لينا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي، بنتي عندها 7 و8 شهور. أنا عايز أقول لكم أصبحت كابوس مفزع. عندي مشكلة الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. دالي علاج بالليزر، علاج تجميل. أهلا بكم. طبعا هناك حوار دائما مثير يدور في كل الأروقة الطبية. الحوار يتلخص في أنه مشكلة ما يعاني منها مريض، فالمريض قرر له أن يجري جراحة. يبدأ هذا المريض يعمل كونسولتو، بقى كونسولتو لأهل البيت، مراته وولاده وإخواته وكل المعارف وأصدقائه وكل من لهم خبرات طبية. خبرات طبية تتلخص يعني في أنه عمل عمليات قبل كده. أعمل العملية اللي هم قالوا لي أعملها دي، جراحة ولا منظار؟ طبعا لازم نفهم بالتفصيل من الذي يستطيع أن يحدثنا عن هذا بالتفصيل. القيمة العلمية الكبيرة وطبعا الاسم الكبير الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة تورنتو ماكيل بكندا، وعضو الجمعيات جامعة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، وأستاذ الأساتذة. أهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا. حندل على السلامة طبعا. الله يسلمك. يعني أنا طول السنة هقعد أقول لك حندل على السلامة. حبيت إن أنا أقول للناس، أصل ده كان بجد سؤال كتير قوي سأله لي، أعمل عملية عادية ولا عملية بالنظر؟ ده كان أنا ده مطلع سؤالي اللي أنا بواجهه كل يوم مع أمهات مرضايا، مع أصدقائنا، مع 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 كتير قوي بيسألوا. هو فعلا سؤال متكرر جدا، ونفس السؤال ده بيسأله لنا المريض لما يجي. هو طبعا اللي بيخلي السؤال ده هو عندنا في مصر كتير جدا، لأن أغلب لسه الزملاء لسه بيشتغلوا بالفتح الجراحي التقليدي. لأن هو عمليات المناظير أو مناظير البطن دي من الحاجات اللي محتاجة تدريب عالي جدا، وتدريب أطول كثير جدا من الفتح الجراحي، عمليات المناظير يعني مناظير البطن. فلهذا السبب احنا لسه مصر من البلاد اللي بتعتمد جدا على الفتح الجراحي، غير بلاد كتير جدا في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. تقريبا أغلب العمليات خلاص بتعمل دلوقتي بالمناظير البطن، ونادر ما بيفتحوا المريض. فلهذا السبب السؤال ده متكرر مرارا وتكرارا. ما هي مناظير البطن الجراحية؟ وإيه الفرق بين كلمة منظار بطن جراحي ومنظار بطن استكشافي؟ هو خلينا نرجع الأول، مناظير البطن أول ما ابتدت في الخمسينات كان الهدف من المنظار ساعتها إن أنا أدخل أبص جوه البطن عشان أشخص حاجة، عشان من غير ما أفتح البطن، وده اللي هو منظار البطن الاستكشافي. كل موضوع أنا عايز أبص مش أكتر من كده. لكن مع الوقت والتطور ابتدى الأمور إحنا نعرف إن إحنا ممكن نعمل عمليات بمنظار البطن دوت، ممكن ان احنا ندخل نجري عملية اللي بنجريها بالجراحة من غير ما نفتح البطن خالص. مجرد ان احنا نفتح فتحات صغيرة جدا، نص سنتي سنتي بكتير جدا، ندخل منها آلات، والآلات دي هيت بنقدر نشتغل بيها ونعمل نفس اللي بتعمله الجراحة التقليدية، بس بنعمله بمناظير البطن. طبعا لما الاول ابتدينا الحكاية دي هيت، يعني ابتدت طبعا مناظير البطن دي تنتشر في الثمانينات من القرن الماضي، ابتدينا نشوف ان الموضوع مش مجرد فرق في الفتحات بس، لا ده في اشياء كثيره جدا تخلينا دلوقتي نفضل المناظير عن الجراحه التقليديه. لو احنا حطينا الاثنين قدام بعض في كومباريزون، يعني ايه الميزات بتاعه المناظير عن الجراحات التقليديه؟ طبعا اول حاجه والواضحه للعيان الجرح. طبعا الجرح بتاع العمليات التقليدية مريح، وطبعا الجرح ده هو في حد ذاته ما هواش فقط الجرح اللي انت شايفه من بره، لكن زي ما انت شايف في الصورة دي، ده جرح الاستئصال جذري للكلى، ده مريض كان عنده ورم خبيث بالكلى، وزي ما انت شايفين الجرح تقريبا واخد نص بطنه، ما كانش 3/4 بطن. طبعا زي ما انت شايف الجرح ده في الجلد، في زيه في العضلات جوه، وطبعا في الأنسجة الداخلية. فدي الميزة التانية، انك انت لما بتشوف الجرح ده هوت وزيه بالظبط اللي بيحصل في العضلات الجوانية، يبقى تأثر الأنسجة بيبقى اعلى كتير جدا
في الجراحات التقليدية. في مناظير البطن احنا ما عندناش خالص الجروح دهيت ولا في الأنسجة الداخلية من الجسم. الحاجة يعني شوف ده مريض عمل نفس العملية بالضبط بس بمنظار البطن، عبارة عن فتحات صغيرة جدا نص سنتي مش أكتر من كده هوت، بندخل نعمل بيها العملية بالضبط. الحاجة الأخرى إن لأنك أنت ما فتحتش البطن خالص فأنت ما عرضتش خالص الأجهزة الداخلية للهواء، فتقلل فرصة حدوث إصابة أو عدوى، تقلل فرصة إن الأنسجة دي تتضرر من تعرضها من الهواء. الصورتين جنب بعض هو يعني دي الحاجة الظاهرة للعيان، لكن كمان بالنسبة لنا إحنا بتفرق جدا لما تشوف المريض ده بعد كده يوميها بالليل. يوميها بالليل هتلاقي قاعد بيتكلم بيشرب بياكل، تاني يوم يكون خارج من المستشفى، بالمقارنة بأنك أنت بتشوف المريض اللي هو العامل العملية التقليدية بيعود له أسبوع 10 أيام لنفس النوع من العملية. إيه الاحتياجات اللي تخليني أعمل منظار في البطن؟ في البطن بالذات يعني أنا جبت منظار في البلفس في الحوض، لكن في مناظير البطن اللي احتياج indications. هي مناظير البطن احنا بنتكلم نقول مناظير البطن بقت بتشمل كل شيء في البطن والحوض، ما بقيناش نقول إنها فقط للبطن، يعني للبطن والحوض. حقيقة احنا مناظير البطن دي اتعملت عشان في وقت من الأوقات نقول خلاص ما بقاش في فتح جراحي، احنا نتوقف عن فتح الجراحي. زي ما انتم شايفين في الصورة دهيت، هي دي الطريقة اللي بنعمل بيها منظار البطن. بنخرم خرم صغير جدا لا يتعدى النص سنتي، بندخل منه كاميرا، الكاميرا دهيت عالية الوضوح، وزي ما هنشوف بقى في تقدم للكاميرا دهيت كمان، وندخل آلات والآلات دي نشتغل بيها من غير ما نفتح ولا حاجة. طبعا الهدف ان انت تتخلص تماما من الفتح الجراحي وبجميع مشاكله. فعشان كده هو الهدف الاخير لينا ان احنا ما بقاش في عملية ما تتعملش بمنظار البطن. يعني معناها ايه؟ ان احنا نقدر نعمل استئصال كلى، استئصال جزء للكلى، استئصال مثلا الغدة فوق الكلوية، ضيق في الحالب، ضيق في اتصال حوض الكلى بالحالب، استئصال جذري للمثانة، استئصال جذري للبروستاتا. يعني مفيش حاجة تتبقى ما تتعملش بالمناظير الجراحية. دي غرفة العمليات بتاعة المناظير، زي ما انتم شايفين اللي عندنا فتح ولا حاجة، وزي ما انتم شايفين الجراح ما بيبص على العيان، بيبص على مونيتور قدامه اللي هو شايف منه الكاميرا اللي هي عالية الوضوح دهيت بتوري له اللي بيحصل جوه البطن. الكاميرا دهيت مش مسألة بس عالية الوضوح، أنا كمان أقدر أكبر الصورة لغاية ما أوصل لعشر مرات اللي هو اللي أنا بشوفه بعناية. فمعنى كده إن الأمور أدق كثير جدا من ان انا بعملها بعناية، ان انا بقدر اوصل ان انا اخد غرز في ما لا يتعدى نص ملي وملي، ما اقدرش اعملها بعناية. ان انا كمان اقدر اوصل زي ما انت حضرتك قلت لمناطق ما اقدرش اوصلها، الا عشان اوصلها لازم افتح العيان نصين. طبعا ده يتوجب ان يكون عندك يعني غرفة عمليات متقدمة جدا، غرفة عمليات خاصة بمناظير البطن. زي ما تشايف فيها هنا هوت في النص ده التاور دوت اللي عليه الشاشة ده هو بتاع اللي هو المناظير او الكاميرا عالية الوضوح. لازم يبقى فيه آلات كتيرة جدا بتقيس الضغط جوه البطن، حاجات ضوء، مصدر ضوئي يطلع ضوء قوي جدا. طبعا آلات مساعدة زي حاجات زي البلازما زي الليزر هنتكلم عليها بعد كده هوت. يعني لازم يكون عندك غرفة عمليات مجهزة جدا، وهي دي المشكلة الأساسية عندنا في مصر. إنك الموضوع عشان تقدر تعمل عملية مناظير بطن لازم يكون مكان مجهز كويس جدا، وبالتالي بيبقى مكلف جدا. أنا عايز أدخل في معلش في تفاصيل دقيقة شوية. لو واحد عمل عملية كجراح، عمل عملية تقليدية، حالة التوتر اللي بيبقى فيها فريق الجراحي أثناء العملية التقليدية تختلف تماما عن حالة الأداء الجراحي أثناء المناظير. يعني المناظير ما فيهاش درجة التوتر لأنه أنا مش بضر أوعية دموية، ما فيش نزيف تقريبا، المساحات الرؤية عندي كبيرة جدا، فأنا مش متنرفز أو مش متضايق بسبب أن شريان أنا خبطته فبدأ ينزف فالفيلد باظ في العملية التقليدية. لكن الفيلد هنا أو مساحة الرؤية في المناظير مساحة واسعة المجال. فأنا عايز أتكلم على الراحة النفسية، لأن أنا لفت نظري في العملية اللي فاتت الصورة أن الجراحين قاعدين مستريحين نفسيا. هو حقيقة يعني سواء في الفتح الجراحي أو في المناظير، يعني الراحة النفسية دي بتعتمد على مقدار التدريب الفريق الطبي كله، مش جراح لوحده، الفريق الطبي كله. هل الفريق اللي بيشتغل مع الجراح ده هو فريق ليه خبرة فبالتالي جراح يقدر يشتغل مرتاح ولا لا؟
فلما تشوف انت الجراحين الكبار سواء بتشتغلوا بالفتح الجراحي او بالملازيم مثلا بيشتغلوا ريلاكسد والامور ماشيه بسهوله وكلام ده، فهي بتعتمد تماما على مقدار الخبره وتجهيز المكان، ومش بس خبره الجراح، خبره الفريق كله. لان لو جراح مهما كان شاطر وراح اشتغل في مكان مش مجهز كويس او الناس اللي بتساعده ما هياش مدربه تدريب جيد، لا طبعا بيكون متوتر جدا. لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك ان المناظير البطن بتدي للجراح حاجات كثيره جدا تخلينا نشتغل اسهل. يعني مثلا الصوره قدامكم دي مناظير ثلاثيه الابعاد، دي دلوقتي انا كاني قاعد جوه بطن العيان، انا بشوف الحاجه ثلاثيه الابعاد اللي هي ال 3D اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الالعاب الجديده، لما بنروح سينمات الجديده بنتفرج على حاجات 3D زي ما انتم شايفين لابسين نفس النظارات اللي هي بنلبسها في السينمات بتاعه 3D، دي بتخليك كانك قاعد جوه بطن العيان، شفت العمق كمان بتاع اي حاجه، بتدي صوره لا تتخيلها انك انت ممكن تشوفها. فدي بتخليك تقدر تشتغل بدقه اعلى، تخليك تقدر تشوف حاجات عمرك ما كنت تتخيل انك انت ممكن تشوفها غير في كتب التشريح او حاجه زي كده. يعني الصراحة بتسهل جدا على الجراح الشغل، بتسهل جدا عليه أداء المهمة بتاعته. إزاي تجرى عملية مناظير البطن؟ التقنية الإجراء هي مناظير البطن زي ما احنا عارفين وشوفنا انها معتمدة على تكنولوجيا عالية جدا. أول حاجة طبعا أول خطوة انك انت لازم تخش جوه البطن، فتخش جوه البطن دي بتخش بكاميرا، هنا انت بتعتمد على كاميرا عالية الوضوح او ثلاثيه الابعاد زي اللي احنا شفناها عشان تقدر تشوف جوه البطن. بعد كده بتفتح فتحات صغيره جدا، واحده او اثنين او ثلاثه حسب نوعيه العمليه بتعملها، عشان تقدر تدخل منها الالات اللي بتشتغل بيها. فهي كانك انت حولت العمليه الجراحيه التقليديه نفسها بالظبط، بس عملتها من غير ما تفتح البطن. طبعا الامور تطورت كتير جدا مع الوقت، يعني هي ما بقتش مجرد ان هي الات زي بتاعه الفتح الجراحي بنعملها بالمناظير، لا، لان طبعا دي زي ما اتفقنا ان دي فيها تكنولوجيا عاليه جدا. مع الوقت الامور حدث فيها تطور كبير جدا جدا، لدرجه ان احنا بقينا عندنا الات واشياء تساعدنا لا يمكن استخدامها في الجراحه التقليديه. فالامور ابتدت تتطور انها بتوصل لدرجه انك في بعض العمليات بقت ريكومنديشن على مستوى دولي ما تتعملش بالفتح الجراحي خلاص. يعني مثلا استئصال الغده الفوق الكلويه، خلاص دلوقتي في بلاد كثيره جدا، مش بلاد كثيره، على مستوى العالم بقى ريكومنديشن دلوقتي دي تتعمل بالمنظار، ما تتعملش بالفتح الجراحي، يعني ما عندكش الاختيار انك تعملها بالفتح الجراحي. استئصال الجزئي للكلى، الاستئصال الجزئي للكلى بقى من عمليات اورام الكلى، دي برضك من الحاجات اللي فيها ريكومنديشن عاليه جدا انك تعمل. واغلب العمليات دلوقتي بقت في لو ان المكان مجهز بقت انك الامور تبقى ريكومندد انها تتعمل بال دي. العمليه اللي احنا شايفينها دي ليه ورم في الكلى، ده زمان كنا نفتح الفتحه اللي انتوا شفتوها في الاول، هنا الورم ده هو بنشيله بالليزر. دي برضك من الحاجات المساعده الحديثه اللي بقت عندنا اللي ما كانش موجوده زمان، ويصعب عليك انك تعملها بالجراحه التقليديه. زي ما انتم شايفين الليزر بيشيل الورم من غير ما يسبب اي نوع من انواع النزيف، بيقفل جميع الاوعيه الدمويه. لو ان في اي خلايا احنا مش شايفينها بعينينا الليزر بيقضي عليها بدون ما يسبب اي مشاكل في الانسجه اللي حواليها. زي ما انتم شايفين بنفضل نحن نسلط الليزر على المكان دهوت لغايه ما نستأصل الورم تماما ونفصله على الكلى من غير بقى اي نزيف، من غير ما نضطر نقفل الاوعيه الدمويه بتاعت الكلى. في الاخر خالص بيبقى فقدان الدم لا يتعدى 30 40 ملي بالمقارنه بعيان بينزف كثير ويحتاج نقل دم وكده. زي ما انتم شايفين بنفضل شغالين بالليزر لغايه في الاخر خالص بتلاقي الورم انفصل تماما وبقيه الكليه جميله جدا، العين يعيش بيها بطول حياته بغير مشاكل بدون رجوع الورم تاني. ده شكل سطح الكلى زي ما سلطنا على الليزر، عشان لو في خلايا احنا مش شايفينها بعينينا من الورم دهوت الخلايا دي تنتهي تماما. فالليزر ده مثلا من الاشياء او من الاجهزه المساعده اللي ممكن نستخدمها مع مناظير البطن، ممكن نعمل بيها حاجات كثيره جدا.
وهو ده جهاز الليزر اللي كنا بنستخدمه في العملية اللي فاتت. بس طبعا اللي انتوا كنتوا شايفينه جوه ده الفايبر اللي بينقل الليزر للمكان اللي بنشتغل بيه. سهل الامور جدا علينا. العملية بدل ما كانت بتاخد وقت كبير كانت بتاخد بسبب مشاكل كتير للعيان. العيان بيعمل العملية دي تاني يوم تالت يوم بيروح بيته. ممكن الفترة الزمنية للعملية تكون نفس اللي احنا شفناها في التلفزيون دلوقتي. هي الوقت بتاع استئصال الورم لا يتعدى 10 دقائق. بالظبط يعني تقريبا قريب من الوقت اللي احنا عملناه. لكن هو طبعا انت لازم بتعد البطن والكلام دوت. في العمليه كلها في الاخر بتاخد لها ساعه ونص ساعتين والعيان بيكون في اوضته بعد كده. وعمليه صعبه مش سهله. طبعا يعني بالمقارنه بالفتحه المطلقه كده. احنا بنتكلم على عمليه ميجور، عمليه واحد عنده صحيح. ورم صحيح. ورم ممكن صحيح. خبيث في الكلى. عايز اروح للمشاركة الرائعة ما بين التكنولوجيا وبعضها. المناظير خدمتها الليزر، خدمتها البلازما، يعني كلهم خدموا بعض. واضح ان في كومباينيشن كمان. صحيح زي ما اتفقنا ان هو المناظير البطن دي من الحاجات متقدمة جدا. عشان تسهل المناظير دهيت وتخليها تعمل عمليات اكبر واكبر لازم يحصل تطور كبير جدا. احنا شفنا واحد منهم او اتنين منهم اللي هو المنظار ثلاثي الابعاد، شفنا كمان الليزر، لكن كمان اللي احنا شايفينه ده بلازما. البلازما ده هو دي عبارة عن نوع من انواع السيركتس الكهربائية، دائرة كهربائية، دائرة كهربائية اللي هي بنسميها ثنائية القطبين. البلازما دي بنستخدمها في انها بتقفل الأوعية الدموية. يعني معناها طول ما احنا شغالين بدل ما احنا نشوف كل وعاء دموي ينزف نمسكه او كلام دوت، البلازما دي بنقدر نسلطها على الوعاء الدموي دوت فتقفله فتقلل نزيف. الحاجات اللي بتسهل جدا ان احنا نستخدم اللي هو المناظير. بس مش بس كده، ابتدى يبقى فيه دلوقتي روبوتس، او مش بقى لها كذا يعني 10 سنين مثلا. الروبوتس دهيت من الحاجات اللي عملت تقدم كبير جدا جدا في المناظير، في جراحه الجراحه. زي ما انتم شايفين ده الروبوت اللابس اخضر ده جراح قاعد بعيد خالص، ساعات بيبقى في اوضه تانية وبيتفرج على الشاشة قدامه وهو حط عينه في شاشة، وإيده ده هي بتشتغل في اللي بيعمله بإيده الروبوت اللي هو راكب على العيان ده هو بيعمله جوه بطن العيان. المسألة مش مسألة إن هو جراح يقعد مرتاح، لأنه الفكرة في الروبوت ده هو إن زي ما انتم شايفين حركة إيد الجراح بتترجم لحركة بتاعت الآلة. يعني شوف الجراح جاب إيده لمين، الآلة بتحول جوه بطن عين لمين، جاب إيده شمال بتحول جوه بطن عين الشمال. دي بنسميها degrees of freedom أو حرية الحركة. الحرية الحركة في الآلة العادية حوالي 3، في مع الروبوت حوالي 8. دي إيدين الروبوت اللي بتبقى جوه بطن العيان. طبعا الصورة مكبرة جدا، الروبوت ده لا يتعدى اللي هو القطر بتاعه 5 ملي. الآلات دي هي بتترجم تماما حركة إيدك كأنك بالظبط بتلعب بلاي ستيشن ولا حاجة زي كده. حقيقة الروبوت ده مش آخر حاجة، دلوقتي بقت فيه اسمها الآلات الذكية. الآلات الذكية دي بقت آلات أرخص من الروبوت بكتير جدا، لكن بتعمل عمل الروبوت تماما. بتمسكها في إيدك وزي ما أنت بتشتغل بيها برة زي ما هي بتشتغل جوه بطن العيان، أو زي ما بتعمل جوه بطن العيان. طبعا دي ترجمة الكلام ده كل اللي بنتكلم عليه، 3D ولا الليزر ولا البلازما ولا الروبوت ولا الآلات الذكية الجديدة، دي ترجمة في الآخر خالص لدقة أعلى كبير جدا في العمليات، بنجاح أعلى كتير جدا من العمليات التقليدية. طبعا قللت جدا عناء العيان المرضى. يعني المريض بدل ما كان بيقعد في المستشفى مثلا الاستئصال الجذري للكلى ده 10 ايام اسبوعين، بيروح بعد يومين بيرجع لشغله في ظرف اسبوع 10 ايام اسبوعين بالكتير، بالمقارنة بشهرين 3. فطبعا فرق كبير جدا 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 ما بين النتائج بتاعة اللي هو مناظير البطن بالتقدم الجديد اللي احنا فيه ده هوت، والمناظير او بالمناظير القديمة، وكذلك بالفتح الجراحي. في اوروبا وامريكا بالذات عندهم العيان يعني اقتصاد، يعني انسان اقتصاد عموما. فترة زمنية اللي هياخدها بعيد عن شغله ده بيكلفهم فلوس. هما التقدم اللي بيجروه هدفهم من ضمن اهدافهم الكبيرة ان الريكفري بعد العملية بيتم فترة زمنية قصيرة جدا. المناظير هي اللي بتخدم هذا التقدم او هذه المنطقة، ان العيان بعد العملية بقد ايه بيرجع، بعد العملية بقد ايه بيعود الى شغله كمان، مش يرجع يعني يروح البيت، لا يرجع يعمل شغله كمان. صحيح كلام حضرتك صحيح 100%. في العالم في اخر 20 سنة توجه لما يقال عنه التدخلات الجراحية البسيطة. التدخلات الجراحية البسيطة دي الهدف منها انها تعمل تماما ما يفعله الجراحة التقليدية ان ما كانش احسن، بس بدون مشاكل والتعب
واللي بيعاني منه المريض بعد العملية. يعني مثلا زي الليزر، مثلا الليزر في استئصال البروستاتا، انت بتتكلم ما بين عيان كان بيقعد في المستشفى 10 ايام، العيان بيروح في نفس اليوم او ثاني يوم الصبح. مثلا في المسالك البوليه النسائيه حصل طفره كبيره جدا في التدخلات الجراحيه البسيطه. في العمليات بقى الجراحيه اللي هو ان احنا نعمل عمليات ديت بمناظير البطن، عملت طفره كبيره جدا في انها قللت عناء المريض، حسنت نتائج العمليات، خلت المريض يرجع لعمله اسرع كتير جدا، ومشاركته في المجتمع الاحسن اللي اسرع كتير جدا من قبل كده بدون المعاناه اللي كان بيعاني منها قبل كده. فهو التوجه في ان احنا نتوجه ناحيه التدخلات الجراحيه البسيطه بقى شيء عالمي ومطلب للمرضى، ما هوش فقط يعني للجراحين، لكن مطلب للمرضى كمان انه ما يعانيش في العمليه، انه باقل الاضرار وباقل المشاكل الجانبيه للجراحات انه يصل لنفس النتائج او ما كانش احسن. كثير من المريضات بالذات السيدات ممكن ياجلوا الجراحه وتخوفوا منها، تخوفا من شكل الجروح بعد الجراحه التقليديه، وكل ست جسمها غالي عليها والراجل كمان بيخاف، بس الستات اكتر. يعني الجرح بعد المنظار شكله يختلف تماما عن الجرح بتاع الجراحه التقليديه. رجعت تاني للجروح، بس بعد 3 شهور مثلا ممكن الجرح يبقى شكله عامل ازاي؟ تقريبا مش موجود، مش يعني موجود. تقريبا يعني صعب جدا انك تلاقيه، بالذات في السيدات اللي هم البشره بتاعتهم يعني مفتوح. ده جرح فعلا اللي انا متصوره بعد جراحه بالمنظار بعد 3 شهور، انت مش شايف الجرح اساسا. دي سيده عملت عمليه كان عندها سقوط مهبلي من الدرجه الرابعه، وعمل لها عمليه عن طريق البطن، المقابل بتاعه جرح تقريبا في نص البطن كلها. زي ما انتم شايفين بعد 3 شهور الجروح بتاعتها مش باينه تماما، لازم تدقق فيها عشان تقدر تشوفها. كان نفسي يشيلوا الاسهم. ما هي الاسهم دي عشان تشوفها، لو ما حطيتهاش انا عارف عشان لو شالوا الاسهم كنت حضرتك قلت لي في جروح هقول لك دور عليها. لا صحيح، ما هو ده شيء رائع جدا. صحيح. جدا ناس كتير على فكره ما كانتش فاهمه كلمه جراحات محدوده التدخل او جراحات البسيطه او جراحات اليوم الواحد، كانوا معتقدين انها معموله للجراحات البسيطه، يعني الجراحات ذات المضاعفات والشكل المرضي المتوسط، لكن المقصود بها هي جراحات معموله حتى للحاجات المعقده جدا وللمستويات المرضيه العنيفه في الناحيه المرضيه، ولكن هي تكنولوجيتها تستغرق يوم واحد. صحيح. وهو ده الاتجاه العالمي دلوقتي، ان انا اقدر اوصل للنتيجه المرضيه للجراحات التقليديه او ما كانش احسن كمان بس بدون مضاعفات. وده ما هوش بس في مناظير البطن، لا مثلا في استئصال البروستاتا، في السقوط المهبلي، في اشياء كثيره جدا جدا دلوقتي بقت التدخلات الجراحيه البسيطه او المحدوده قدرت توصل لنتائج احسن من نتائج العمليات التقليديه بدون المشاكل والاعراض الجانبيه بتاعت العمليات التقليديه. في سؤال عندي تقليدي بحب افهمه قوي، ايه الفرق بين مرضى اوروبا وانت نص السنه بتبقى في اوروبا وبين المرضى المصريين في تفهمهم لقيمه المنظار؟ والله شوف حضرتك، هو دلوقتي طبعا الميديا بقت بتوصل معلومات كثيره جدا لل، بس احنا اول مره اول حلقه في تاريخنا نتكلم كمناظير يعني في المجال العام للمناظير، اتكلمنا عنها في النساء قبل كده مره، لكن دي المناظير كلابروسكوبيك ليكتشر، دي اول محاضره لي. صحيح، انا زي ما بقول لحضرتك ان هي من الاشياء اللي هي دخلت مصر متاخر شويه عن العالم، وان كان احنا متقدمين فيها جدا دلوقتي، لكن احنا اتاخرنا مثلا حوالي 5-6 سنين عن بقيه العالم. يعني العالم ابتدى في 80 85 86، احنا ابتدينا في التسعينات. حتى هذه اللحظه التدريب على مناظير البطن ما هواش ستاندرد في الجامعات، عشان كده هو عدد الناس اللي بيشتغلوا مناظير البطن بالذات في المساجد البوليه عدد محدود جدا في كل جامعه. وهو ده هوت اللي عامل لخبطه عند المرضى، ان هو بيشوف ان اغلب الاساتذه اللي موجودين بيشتغلوا عمليات تقليديه، فبيبقى مستغرب مدام الاساتذه دول بيشتغلوا عمليات تقليديه يبقى غالبا عمليات تقليديه احسن، لكن هو حقيقه الامر هو لان التدريب متاخر شويه. الجيل الجديد ما شاء الله، الجيل الجديد دلوقتي ناس على طول مركزه وعارفه ان هو ده المستقبل، فكل زمايلنا الصغيرين بيبقوا حاطين دماغهم انهم لازم ييجوا ويقفوا معايا ويتعلموا ويسهروا ويشتغلوا ويسافروا وكلام من دوت. فهي مساله وقت، هي يعني كمان زي ما حصل في اوروبا وامريكا ان هو دلوقتي بقت اغلب العمليات 95% من العمليات الجراحيه بقت بتتعمل بمناظير البطن. احنا مساله 5-6 سنين وهتلاقي نفس الكلام بيحصل لما الاجيال الجديده اللي هي تبتدي تاخد وضعها في البلد.
كل شكر وتقدير طبعا لضيف العزيز القيمة العلمية الكبير الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس زميل جامعتي تورنتو ماكيل بكندا وعضو جمعية جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الاسم الكبير وطبعا القدير اسم عالمي كبير وطبعا استمتاع ما بعد استمتاع ليس للمرضى فقط ولكن أعتقد لطلبة الطب طلبة الجراحة النهاردة يستفيدوا جدا من المناظير لو جالهم سؤال في اللابروسكوب أعتقد مش هيروح بقى منهم خلاص في الامتحان بتاع الجراحة وأيضا الامتياز وأيضا النواب في قسم الجراحة وكل المتخصصين في عالم المناظير استفادوا استفادة كبيرة من وجود أستاذنا القدير معنا. We will be back again. أهلا بكم. الطب في حاجة مهمة جدا جدا اسمها التيلورينج أو الترزجية، والترزجية دي على فكرة كلمة بنحبها قوي معشر الأطباء، يعني لما يتقال ده في مؤتمرات يقول لك ايه تيلور في النساء في الرمض في العيون، بقت الموضة دلوقتي ان كل واحد له مواصفات خاصة في التعامل معه، كل واحد له مقاسات، كل واحد له سيستم. فالمعنى ده على فكرة يخلينا نفهم انه حتى برضو التكنولوجي العالي جدا اللي هو مثلا في مجال العيون اللي هنتكلم فيها مهما وصل برضو اللمسة البشرية لها دور في الاختيار في التعامل ان انا اظبط لده ايه ولده ايه. ده المعنى اللي في دماغي دلوقتي وهسأل ضيف العزيز هل هذا الكلام صح ام خاطئ، وهل هي موضة او شيء مهم جدا الديزاين لكل عين وكل عين لها قراءات ودراسة خاصة جدا والتعامل معها أشبه بتعامل فنانين بتوع الحسين اللي بيتعاملوا مع عارفين طاسات النحاس لما بيعزفوا عليها قصدي لما بيعملوا عليها كده نقوش النقش على النحاس ده مش أي حد يعرف يعمله بيتعمل باليدوي. هل الطب العيون في نفس هذا الفنية في التعامل مع خريطة مهمة جدا زي القرنية؟ ده هفهمه مع ضيف عزيز علي قيمة علمية كبيرة أضاف لنا إضافة كبيرة جدا 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 وخلى في فترة زمنية قصيرة جماهيرية كبيرة للعيون هذا البرنش الصعب جدا اللي هو بطريقته السهلة الممتنعة وصل إلى قلوب جماهير كبيرة جدا. فاسمحوا لي أن أرحب بالقيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال مصري عربي عالمي الأستاذ الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون بكلية الطب جامعة عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بلندن. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. ويلكم سير. ويلكم باك. اهلا بيك من لندن. قعدت اكلمك في لندن كتير قوي. ما كان ما فعلا مدينه الضباب والله كان الجو حر والله العظيم يعني الجو كان دافي بس ممله لندن. انا بحبهاش. انت بتحبهاش؟ انا بحبهاش برضه. انا بحبهاش بتجيلي اكتئاب بالظبط. وبعدين موضوع الانجليز اللي هو الشوارع تعدي تيجي تبص يمين ولا شمال متعودين نكسر الاشارات فلما تيجي تكسر اشاره انت بتبص يعني كده وخلاص يعني فاحنا عندنا مشكله هو هكتب لك على الرصيف لوك رايت او لوك ليفت يعني عشان عارف ان في كوارث في ناس بتيجي تعدي مش عارف العربيه جايه من انهي اتجاه ان الشوارع طبعا انت عارف الشوارع مقفوله خلاص والدركسيونات طبعا الدركسيونات ده حاجه تيجي تركب من ناحيه اليمين في دوره ان الدركسيون اتسرق مشكله كبيره جدا يعني صعبه. كلمة كاستم ليزك كاستم هي اللي انا قلته ده صح الاول في البداية 100% مظبوط 100% كاستم هي تفصيل زي ما حضرتك تفضلت وقلت بنفصل الحاجة دلوقتي. الفكرة ان كان الليزك زمان هي كانت ليزك عملية نصلح بيها عيوب الابصار اللي هم الثلاثة الاساسيين اللي بنشرحهم لطلبة طب قصر نظر وطول نظر واستجماتيزم وخلاص. ظهر ان في بعض الناس عندهم حاجه اسمها تشوهات بصريه بيخليهم بالليل مش شايفين كويس. طب ليه بالليل ما بيشوفوش كويس بالنهار ما عندهمش شكوى كبيره قوي للموضوع ده؟ لان حدقه العين بتكون ضيقه بالنهار عشان بنتعرض للضوء فالعيوب الابصار او التشوهات البصريه ما بتبقاش ظاهره. لما حدقه العين بتوسع لما بيبقى قاعدين في مكان ضلمه او ماشي في الشارع او سايق العربيه يبتدي يبان التشوهات البصرية دي وأثرها على النظر عنده. فكان تسمع كلام كتير جدا يقول لك أنا عملت الليزك بس بالليل مش مستريح بالليل مش عارف أسوق العربية ده أنا اضطريت أنا أجيب سواق بعد كده أنا مش عارف أسوق عربية خلاص دلوقتي أنا الضوء بيضايقني جدا بالليل. ليه؟ لأن الشخص ده زي ما حضرتك شفنا في الصورة دي هنا هوت لو هنشوفه على الإيد على الشمال دول أربع صور لمكان واحد الفوق على الشمال هنا هو ده الشخص المفروض طبيعي يشوف العربيات ويشوف اللمض النور بهذا الشكل. لو شوفنا بقية الصور اللي جنبيها على ناحية اليمين واللي تحت
دي بنسميها هالات، هالات حوالين الإضاءة. الليزك العادي كان العيان بيعاني جدا بعد العملية من وجود الهالات دي، خاصة في المقاسات العالية، في المقاسات القصر النظر العالية، لأن هو بيبقى عنده تشوهات بصرية وبتزيد كمان أكتر، وكل ما بيزيد الإيرور أو بيزيد قصر النظر اللي عنده أو الأستجماتيزم اللي عنده عشان أصلحه، بتزيد التشوهات البصرية دي، فيبقى بالليل بيشتكي الشكوى دي، يبقى شايف الأنوار. لو قارنا الصورة اللي تحت على إيدنا اليمين بالصورة اللي فوق على إيدنا الشمال، هنلاقي في فرق شاسع ما بين الاتنين، ده بنسميه جودة الصورة. لو جبنا الشخصين دول، الشخص اللي بيشوف فوق في المربع اللي فوق على إيدنا الشمال، المربع اللي تحت على ايدينا اليمين، وقسنا لهم النظر بتاعهم، هنلاقيه 6 على 6. الاثنين بيشوف 6 على 6. اخونا اللي شايف الدنيا ده في الطريق يعمل مشاكل، هنحط له على علامات هيشوف 6 على 6، هو يعمل مشاكل. ده بنقول عليه جودة الصورة، ما بقتش كم الصورة، لا جودة الصورة نفسها. احنا 6 على 6 ده الكم، ما بنقيسش بيه الكيف. فظهر بعد كده وقت المشكلة دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان وجود تشوهات بصرية زادت بسبب الليزك التقليدي العادي. هنا ظهر كاستم ليزك، لا ده احنا مش عايزين نصلح بقى كمان عيوب الابصار اللي هم الثلاثة الاساسيين اللي موجودين عند ناس كتير، لا ده في تشوهات بصرية بتختلف من كل شخص للتاني، وبتختلف من كل عين والعين التانية في الشخص الواحد. فاحنا عايزين نعالج التشوهات البصرية دي، او اضعف الايمان ما نزودهاش، علشان نحافظ على جودة رؤية بالذات ليلية عالية، والمريض يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي زي الاول بدون طبعا نظارة. زي ما قلنا، ازاي اعرف ان الانسان عنده تشوهات بصريه؟ دي طبعا في فحوصات لازم بتتعمل الاول، يعني المريض بيعمل ليزك بنعمل فحوصات. هنا اهوت الصوره دي بتبين ان في اجهزه حديثه جدا ما كانتش موجوده قبل كده، بتدخل مسار الاشعه جوه العين، وترجع المسار يرجع تاني من قاع العين يرجع تاني، وتدرس الاجهزه دي فيها سنسورز او حساسات بتدرس مسار الشعاع راح فين وجه ازاي ونعوج قد ايه، علشان تحدد التشوهات البصريه وترسم خريطه زي ما هي مرسومه كده قدام العين، ترسم خريطه للتشوهات البصريه بتاعت العين دي نفسها. وبالتالي يقدر يعالج التشوهات البصريه دي زي ما حضرتك قلت في المواطنين في خان الخليلي، يقعد ينقر على الحاجه كده، هو ده بالظبط كده، يقعد الحته دي منبعجه شويه، الحته دي مستويه حاسبها، الحته دي لا عايزه تتصلح اكتر من الحته اللي جنبيها الناحيه الثانيه. ده بيتعمل فعلا بالظبط بالليزر، ده الكاستم، ده الكاستم ليزر. الليزر العادي لا، هو هيصلح في قصر النظر، هيصلح قصر النظر شويه استجماتيزم وخلصت، لا التاني هيصلح قصر النظر، هيصلح الاستجماتيزم، ويقعد يدور بقى على كل نقطه من القرنيه مختلفه عن اللي جنبيها في ايه عشان يحاول يسويهم كلهم ببعضيهم. ده اللي هو التشوهات البصريه بتنتج عن طريق تعرجات في القرنية، الكاستم ليزك بيحاول يتلاشاها أو يحاول يعالجها علشان يحافظ على مستوى رؤية عالي جدا بعد العملية. إذن المفهوم القديم الخاطئ إن عمليات الليزك كلها حاجة واحدة ده غلط. أرجوك لازم نفهم النقطة دي جدا للسادة المشاهدين، إن ما فيش حد يقولك هو ليزك بكام، فيش حاجة اسمها ليزك بكام، هي مش عملية واحدة. أنا عايز أعمل حاجة فندم، لأن اتفق كل الأساتذة ضيوفي على كلمة مهمة جدا النهاردة. انت بقى النهاردة انضمت للقائمة اللي هي قائمة ايه؟ رفض الاتصال التليفوني بتاع كلمة ده بك. مفيش، ما هو ما ينفعش، ما هو انهي عملية؟ انا مش عارف. انت عارف حضرتك مثلا ما ينفعش تروح تخش على محل او تتصل بالتليفون وتقول له هو السامسونج بكام؟ موبايل سامسونج بكام؟ طب ما انت عندك جالكسي اس 2 و3 و4 ونوت وانهي واحد فيهم؟ طب انت ممكن تحدد انت عايز ايه، لكن الليزك انا مش عارف انا افيدك بايه. لازم اشوف العين الاول واشوف فيها قصر نظر قد ايه، فيها استجماتيزم قد ايه، سمك القرنيه قد ايه، في تشوهات بصريه قد ايه، ونعمل خريطه او بروتوكول كده هنعالج بيه الحاجات دي ازاي، ونقول لك في الاخر والله العمليه هنعمل لك كذا وده هيكلف كذا. فبالتالي عمليه الليزك مش عمليه واحده، هي عمليه الليزك في ستاندرد ولسه بيتعمل لغايه دلوقتي. في بعض الناس ما عندهمش تشوهات بصريه كتير، اوكي خلاص ما فيش مشكله، احنا شايفين ان هو لو عملنا له الليزك اللي هو التكنولوجي القديمه مش هتضر العيان، خلاص بنعمل له الليزك مفيش مشكله. في عندنا اوبتمايز ليزك، في كاستم ليزك اللي احنا بنتكلم عليه في الحلقه بتاعت النهارده، بنضيف عليهم كلمه فيمتو ليزك احنا قلناها في حلقه سابقه ونبقى نجيب سيرتها برده كمان في النص النهارده. فعندنا حاجات كتير، فهي الليزك مش عمليه واحده، ويا ريت نوضح ده للساده المشاهدين ان هي اكتر من عمليه مش عمليه واحده بس. وبالتالي ما ينفعش ان احنا نشخص في التليفون ونقول في الاخر هنعمل لك كذا في التليفون وهيكلف كذا، لا او هو قاعد بقى حاطط لسته قدامه وبيشوف مين ارخص. ما ينفعش ما
وهي هي المساله ما هو مش صح يعني انا في الاخر مش هعرف مين ارخص فعلا ولا كده غير كده ما هو حضرتك في ناس بتمشي بموبايل مثلا فور اكزامبل ب 5000 جنيه و6000 جنيه في ناس بتمشي بموبايل 500 جنيه على حسب احتياجاتك انت واحد عايز تليفون يرد مكالمات وخلاص ومسجز واحد عايز تليفون سمارت فون عايز فيه براوزنج وعايز 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 كالندر وعايز بيشتغل مش عارف ايه خلاص ده احتياجاته ده احتياجاته كذا فبالتالي هو عايز ده احتياجات هياخد بسعر تاني خلاص عشان في تكنولوجي اعلى وده احتياجاته كذا كذلك نفس الكلام في عين احتياجاتها ليزر بطريقه معينه وفي عين احتياجاتها ليزر بطريقه تانية خالص فبالتالي ده هيتعمله ليزك وده هيتعمله ليزك والكلام ده مش ما بين مريض والتاني ده ساعات عين وعين يعني في مريض نفسه نفسه عين دي عين اليمين حاجه والعين الشمال سبحان الله حاجه تانيه سبحان الله خلق العظيم طيب ليه اطلقتوا عليه كلمه ليزك بصمه العين هي الصوره اللي فاتت دي تبين النقطه دي ان هو بياخد بصمه العين اللي هي بتختلف زي بصمه الصباع بتختلف من كل عين والتانية عشان كده حتى بقول لحضرتك العين اليمين تختلف عن العين الشمال الشعاع بيخش جوه العين بيتأثر بالتعرجات بتاعت القرنية اللي بتختلف ما بين كل عين والتانية وبالتالي بينعكس تاني بطريقة مختلفة فبناخد بصمة العين يعني طريقة انعكاس الشعاع جوه العين من جوه المقاع العين لبرة تاني بتختلف من عين للتانية فبالتالي بقى كل عين لها بصمة مختلفة عن العين التانية فبنسميه ليزك ببصمة العين أو الاسم التاني بنسميه ليزك التفصيلي اللي هو ترجمته الإنجليزي كاستم ليزك برضو أوضح في كلمة الكاستم حضرتك أنت ممكن تروح تشتري بدلة الجاكيت مثلا تلاقيه مظبوط عليك من فوق بس واسع شوية من تحت عند مش سليمينج قوي مش سليمينج أو العكس مظبوط من تحت بس الكتاف ضيق هتحاول توايم امورك وتمشي حالك سواء المقاس الميديم او اللارج او مقاس ده او ده لا تخيل بقى حضرتك ان مصنع البدله اللي انت عايز تشتريها دي المصنع هيوقف خط الانتاج ويعمل لك البدله اللي انت عايزها بالمقاسات اللي انت عايزها الصوره دي تبين هنا اهوت ده الشخص الطبيعي المفروض ان هو ما عندوش تشوهات بصريه كتير هنبص على المربع الاسود ده اختبار ليا لا لا ده من ضمن الاجهزه واحد من ضمن الاجهزه اللي بيشوف التشوهات البصريه بتاعه المريض بص حضرتك هو بيبين العين دي شايفه نقطه الضوء ازاي لو بصينا على المربع الاسود هتلاقي في نقطه بيضه صغيره المربع الاسود اللي على الشمال خالص اللي فوق على الشمال خالص في نقطه بيضه صغيره في النص ده سيميوليشن او يعني تماثل بيقول ان العين دي بتشوف نقطه النور في الظلام بهذا الشكل وده المطلوب كويس هنشوف صورة تانية هتبين الفرق عشان يبقى واضح للسادة المشاهدين اهو ده واحد عنده تشوهات بصرية عالية جدا شايف حركة النقطة بقت منبعجة ازاي بعاملة زي ما يكون خط كده هو لسعت خالص زي ما يكون لهب سبارك. نار سبارك فحتى بنسميها ستاربكس بالليل بيشوفها نقطة نفسها ليها ديول كتير قوي ده عنده تشوهات بصرية كتير فبالتالي ده الفرق ما بين الاتنين دول واحد ما عندوش تشوهات بصرية كتير بيشوف النقطة بالليل محددة ومركزة والتاني عنده تشوهات بصرية عالية فبيشوف النقطة منبعجة بهذا الشكل كده احنا عايزين بقى نعالج الشخص ده ونخليه التشوهات البصرية بتاعته قليلة بحيث يستمتع بمستوى رؤية هنا لو بصينا على الفرق ما بين الاتنين يستمتع بمستوى رؤية عالي زي الموجودة في الصورة على الناحية الشمال مش على الناحية اليمين طيب قبل ما ادخل في التقنية نفسها زي بنعملها نفسها سؤال علم شوي واحد يقول ايه طب انا رحت عملت ليزك او حد قال لي تعالى اعمل ليزك ما جاب لي سيرت كاستم ليزك ولا حاجة خالص وفعلا عندي تشوهات بصرية بس هو مقضيها هل المسألة واقفة بس عند مجرد استمتاعه كلمة استمتاعه بالرؤية بدون أي تشوهات بصرية ولا المسألة ليها عيوب قد تضر الشبكية وقد تضر العصب البصري بعد كده؟ لا هي مش هتضر الشبكية ولا العصب البصري ده سؤال مهم وكويس حضرتك أثرته هي مش هتضر الشبكية ولا العصب البصري هو الليزك الستاندرد أو الكاستم مش هلوش أي تأثير سلبي على الحاجتين دول لكن التأثير السلبي بيبان في نتيجة العملية بعد كده لكن هو واحد عنده تشوهات بصرية وعمل ستاندرد ليزك مثلا وما تعالجتش اوكي بس ما عندوش مشكله بس هو بقى بالليل مش هيبقى شايف كويس في اوقات معينه وده طبعا كلمه بالليل مش شايف كويس دي كلمه ما نعديهاش بالسهل ان حياتنا برضو بتسوق عربيه بتتفرج على التلفزيون بتمشي في الشارع قدام الكمبيوتر ساعات كتير لان ساعات كتير بتخلي الاضاءه خافته وتلاقي شاشه الكمبيوتر نفسها ما هو ده مصدر اضاءه هيبين برضو التشوهات البصريه اكتر فبالتالي هتلاقي الناس دول ما بيشوفوش كويس او مش مستريحين وده يأثر عليه في شغله ونفسيته وحاجات كتير اعرف ناس كتير قوي ومتضايقين قوي انه عملوا ليزك زمان وكان عند كنا احنا كلنا
كنا متحمسين جدا بنعمل ليزك لارقام كبيره، والموضوع ده ظهر بعد كده هو واكتشف عيوب الليزك كانت ايه، ان هو بيزود التشوهات البصريه، فظهر بعد كده هو الكاستم ليزك. تلاقي ناس كتير فعلا عندهم المشاكل دي، والحمد لله بنعرف نعالجها دلوقتي. يعني حتى الناس اللي عاملين لهم ليزك قبل كده بنقدر ان احنا نعمل لهم تاتش اب ليزك، نعالج لهم المشكله التشوهات البصريه عشان يرجعوا يستعيدوا حياتهم الطبيعيه تاني. طبعا الليزك الحديث اليومين دول ما عندوش المشكله دي خالص. طيب انا هقف هنا اشرح بقى للناس ايه اللي بتعمل في الليزك القديم وايه اللي بتعمل في الكاستم ليزك كعمليه. الاثنين واحده بالظبط، المريض مش هيحس بحاجه خالص وقت العمليه. ده احب اوضح النقطه دي، ان هو هيعمل العمليه زيها زي الليزك العادي تماما. الفرق بس ان هو في الكالكوليشنز او الحسابات او الصور اللي بناخدها للعين قبل العمليه. بنعرض العين لفحوصات كتيره جدا، يمكن ان ساعات المريض بيزهق عشان نعمل العمليه. لكن العمليه زي ما حضرتك شايف هي زيها زي الليزك. احنا يمكن عرضنا فيلم شبه كده، هو ده فيلم تاني. المريض بيخش ده عادي فيلم جدا من عندك من على الساف كلينيك. ده فيلم عادي جدا. المريض بيخش بيتعقم هو حاجة الممرضه، انا واقف اهو هو هنا. بل شكلك تخين هنا ليه؟ هنا الصوره ما اعرفش منبعجه ليه، دي فيها تشوهات بصريه. الصوره دي فيها تشوه بصري. اللي بيصورك يا عيني مطلعني عريض او زاد عن اللزوم. لا وبيصعبني يعني مش محترف تصوير. لا ده فيلم عادي جدا. عشان نبين ان هو مش حاجه يعني استوديو ولا الكلام ده. اهو هنا كالكوليشنز، بنقعد نحسب. انتوا فريق عمل كبير بالظبط، في جيش في جيش موجود، ونقعد نحسب. وبالعمليه قبل العمليه بنقعد نحسب هنعالج ايه ومش هنعالج ايه، هنسيب التشوهات دي ولا هنعالج دي ولا مش هنعالج دي. هنا المريض ده عايز ايه، ده بيشتغل بالليل اكتر ولا بيشتغل بالنهار اكتر، طبيعه العمل بتفرق معانا ايه هنا هوت. لكن العمليه نفسها كاجراء العمليه ده الفيمتو، الجزء الاولاني بتاع العمليه خالص اللي هو الفيمتو ليزر، هو بيجهز العين للليزر نفسه زيها زي عمليه الليزك العادي جدا، ما عنديش مشكله خالص. بعد كده زي ما حضرتك شايف المريض بيتنقل من الفيمتو للاكزيمر ليزر اللي هو بيعالج عيوب الابصار وبيعالج كمان التشوهات البصريه. المريض طبعا ما بيتحركش، السرير هو اللي بيتحرك بيه. برضه شايف حضرتك تاني بقعد مع التكنيشن في كالكوليشنز، ويشيل وحط ويزود هنا وقلل هنا هوت وصلح لي دي وشيل دي واعمل، يعني في قصه المريض هو ما بيحسش بيها خالص. دي هو المريض بيعمل دي مهاره برضو، مهاره طبعا. ده قرار ده قرار بيتاخد. هنا الليزر ده اللي بيصلح بقى التشوهات البصريه زي ما حضرتك شايف. بينزل فلاينج سبوت، نقط صغيره كده هو بتنزل بتنقر على القرنيه عشان تعالج التشوهات البصريه. زي ما انا قلت والله شبه بالظبط التشبيه بتاع الناس نقير النحاس. هو نقير النحاس بالظبط بس بالليزر. بالظبط كده. هو بيقعدوا هناك بيقعدوا بتاع صغيره كده هامر صغير خالص. هو الهامر بتاعتنا هو الليزر. هو الليزر وطبعا بسرعه عنيفه جدا، سريعه جدا، بيبقى حوالي 1000 هرتز يعني 1000 مره في الثانيه بيجري بسرعه جدا، بحيث او 500 هرتز حاليا، بحيث ان هو يصلح عيوب الابصار دي بسرعه جدا والمريض ما يزهقش. لكن الفرق من ناحيه المريض نفسه مش هيحس بفرق خالص وقت العمليه، هو يحس بفرق بعد العمليه، لكن وقت العمليه نفسها هو يحس ان هي عمليه عاديه جدا بس بالظبط كده. لكن قبل العمليه يمكن يتعب شويه صغيرين، احنا بنقعد نصور له عينيه ونصور التشوهات البصريه ونقول هنصلح ده ومش هنصلح ده. بنتكلم مع العيان كمان، انت بتشتغل ايه؟ ست بيت غير واحد رجل اعمال، غير واحد بيسهر بالليل كتير، غير واحد بيلعب رياضه كتير، غير واحد تفرق الرياضه طبعا. طبعا تفرق الرياضه كتير جدا، ان هو إن احنا عايزين يبقى شايف بوضوح حاد 100%. محترف بقى. محترف يعني مش واحد قاعد كده. في حارس مرمى على فكره في مصر بدون ذكر اسماء كان بيدخل فيه جوان بالليل كتير. والله العظيم ما بهزرش، واتقال عليه يعني بدون ذكر اسماء اتقالت المشكله بالليل. الاساسيه عدم قدرته على الرؤيه بالليل. طبعا كان بيلعب في الاضواء الكاشفه ممكن. انا بتكلم جد والله. كان حارس مرمى كبير، ده حارس مرمى منتخب كان. ممكن يكون حاجه طبعا مش ده السبب الاساسي، مش ده السبب الاساسي 100%، بس ممكن يكون في اسباب تانية. لكن من ضمن الاسباب فعلا ممكن يكون عنده تشوهات بصريه بتبان بالليل اكتر من النهار. في المية طبعا. يعني دي مشكله. انا ما دخلتش منتخب، يعني ما لعبتش في نوادي كبيره بسبب النظر. أنا ممكن نرجعك بقى تلعب تاني دلوقتي. بلاي ستيشن. انا العب بلاي ستيشن حلو قوي في 2014. انا عايز اروح طيب لحته بقى تفصيليه. احنا دلوقتي عملنا وظبطنا وكلام زي ده، هل ممكن نعمل تاني؟
يعني ممكن نعيد العمليه دي تاني؟ ممكن، مش في كل الحالات بس في بعض الاوقات ممكن طبعا على حسب حاله القرنيه نفسها ممكن. وانا زي ما بقول حق في الاول، في بعض الناس كان عاملين ليزك من 10 سنين 15 سنه الليزك العادي، فممكن نصلح لهم جوده الصوره بتاعتهم ان احنا نعيد لهم الليزك تاني بالكاستم ليزك، تقنيه الكاستم ليزك، تقنيه الكاستم. طبعا بس مش في كل عين، بنعمل برضو الفحوصات ونأكد اذا كان ينفع ولا لا. احنا دايما في الليزك بيهمنا الامان، معامل الامان هو الاساس هنا هوت. فانا لما متاكد ان المعامل الامان هنا هوت عند المريض او في العين دي هيبقى عالي، اقدر اعيد العمليه تاني بدون مشاكل. هنعيد له العمليه تاني بدون مشاكل بطريقه التقنيه الكاستم ليزك الجديده عشان نعالج المشاكل القديمه. تمام. في سؤال دايما ان يعني في جمله حضرتك قلتها انه في حاجات قبل العمليه بتاعت الكاستم بنعملها كتير للعيان، يعني واضح ان في بروسيدرز واجراءات قبل عمليه الكاستم غير الليزك العادي، زي ايه مثلا؟ احنا الليزك العادي كنا بنعمل مقاس النضاره، وبنعمل بعد كده هو حاجه اسمها خريطه قرنيه وسمك القرنيه، ده الليزك العادي. لا، في الكاستم ليزك بنشوف التشوهات البصريه بجهاز تاني خالص، وبنشوفه مره والحدقه بتاعته ضيقه ومره والحدقه بتاعته واسعه علشان نشوف بالليل هيبقى شكله عامل ازاي وبالنهار يبقى عامل ازاي. وده بياخد وقت، وبعدين نقعد ندرس التشوهات البصريه دي تاني، وساعات نعيدها تاني، نقيسها تاني علشان نتاكد من دقه الجهاز. وبعدين بنقعد بعد كده نحدد الخريطه اللي هنعالج بيها التشوهات البصريه دي، ونتناقش مع المريض، وبعدين بعد كده يروح نتفق معاه يعمل العمليه. على عكس الليزك العادي، هو يقعد اوكي تعرض للخريطه، عملنا له خريطه القرنيه، عملنا له سمك القرنيه، مقاس النضاره بتاعه مناسب، يلا تعمل ليزك، شوف عايز تعمله امتى، اعمله في الوقت اللي انت عايزه. لكن مع الكاستم لا، في جهاز زياده بيقعد عليه علشان نشوف التشوهات ما شكلها عامل ازاي ونعالجها له ازاي. وقت العمليه كمان قبل العمليه مباشره بيتصور تاني علشان الداتا دي بتتاخد، مفيش هنا معامل بشري بقى خالص، الداتا بتاعت عيني بتتاخد على فلاش ديسك او هارد درايف، او بتتنقل بالواي فاي، بتتنقل بعد كده على جهاز الكمبيوتر اللي جوه جهاز الليزر اللي هيصلح له عيوب الابصار عنده. يعني احنا مش مجرد بندخل حاجات كمان مانيوال بس، لا ده كمان في داتا تتنقل بالفلاش ديسك من التصوير قبل العمليه، بيتصور تاني قبل العمليه، وبعدين بعد كده بتتنقل الداتا دي لجهاز الليزر علشان يصلح كل نقطه في القرنيه بتاعته بما يتناسب مع حاله العين كلها بقى. حلو قوي. بعد الليزك التقليدي احنا عاده بنعمل تعليمات، بنقول للناس خلي بالكم من دعك العين، انا حفظت حتى دعك العين، ما تدعكش عينك جامد قوي، البس نظاره واقيه برضو من الشمس كام يوم، خلي بالكم ماسكاره والحاجات المكياج والحاجات دي كلها. طب الكاستم ليزر هو نفس بالظبط، هو مفيش حاجه خالص. بقول لحضرتك المريض، بس انا شاطر، انا حفظت الحاجه. انت حضرتك خلاص، انا خايف انت تعمل ليزك من وراك كتير. لا 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 لا، اعمله عادي. لا انت تعمل، انت العيانين ليزك، انا اللي اعمل. من كتر المعلومات بتاعتك مظبوطه دلوقتي، يعني لسه بيخافوا مني قوي دلوقتي على فكره. واللي رمط لا 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 يعني على فكره لسه القليل مني جامد في الحال البجاري، بقيت بقول كلام جامد. مريض السكر يعمل كاستم ليزك بحكم بقى شغل زي انت فكرتني بالاوكراين طبعا يعمل هم اكتر عرضه مرضى السكر لا مش اكتر عرضه ولا حاجه. هو مريض السكر عنده مشكله في النظر بتاعته نتيجه عيوب ابصار، نتيجه قصر نظر او استجماتيزم، اهلا وسهلا يعمل ليزك او يعمل كاستم ليزك على حسب الفيصل هنا هو التشوهات البصريه اللي عنده قد ايه، دي اللي بنقيسها قبل العمليه. والقرار الدكتور هو اللي بياخده بالمناسبه. يعني انا في ناس كتير يجي يقول لك انا عايز اعمل احسن حاجه، اوكي اقول لهم بس دي يمكن مش هتفيدكم كتير، انت عينيك كويسه ما فيهاش غير شويه قصر نظر بسيطه، نعمل لك الليزك العادي مش مشكله، تدفع فلوس زياده ليه على حاجه انت مش هتستفيد بيها. وفي بعض الناس نقول لهم لا لازم تعملوا كاستم ليزك، فهي القرار الدكتور اللي بياخده بالمناسبه. لكن مريض السكر زي ما حضرتك تفضلت او اي مريض تاني طالما انه عندوش مشاكل في الشبكيه بتاثر على النظر عنده، فممكن يعمل طبعا الليزك او الكاستم ليزك، مفيش مشكله. حلو قوي. طبعا كل الشكر وتقدير للضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون كليه الطب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه بلندن، والاسم الكبير اللي معنا نورت دكتور. الله يخليك. خليكم مع الدكتور، ما تشغلوش بقى الحاجات الثانيه عشان ما تعملش سكسك في دماغكم انتوا هو فاهمني ها؟ ما تروحش فيها تاني. حضرتك بتتكلمي كده ليه يا طنط؟ هو في حاجه ولا ايه؟ ايه ده هو باين؟ هو ايه ده اللي باين؟ البوتوكس. بوتوكس؟ اصل انا حقنة هنا وحقنة شفايفي. حلو؟ لا قصدي قمر. ما شاء الله زي القمر.
انا ما عرفتكيش. ميرسي يا حبيبي. اوعى تقول لام. لا مش هقول حاجه لامي خالص. طبعا الكلام هنا محتاج ده دي نقطه نحتاج فيها سؤال كبير جدا. طبعا بلا شك انا قلت النهارده ان احنا نتكلم في منطقه مهمه جدا، منطقه الوجه، منطقه الثدي، وهذه المنطقه المهمه تستدعي ان يكون ضيفا مهما. طبعا ضيفي واحد من اكبر جراحين التجميل في مصر والوطن العربي، وايضا فرحنا جدا وسعدنا جدا بوجوده معنا في الدكتور، ويعني سعادتنا كانت غامرة بزياراته التي وعدنا أن تكون متكررة. هو نجم كبير في عالم التجميل واسم لامع من أسامي الصف الأول والبينيرز في هذا المجال، وبلا شك اسم مصري عربي عالمي، والقاسي والداني يعلم ما قيمة ضيف العزيز الأستاذ دكتور سامح الطاهر، أستاذ جراحات التجميل والليزر بجامعة عين شمس وعضو جمعية الدولية لجراحات التجميل، الاسم الكبير المصري والعربي والعالمي. أهلا بك دكتور سامح. أهلا بك دكتور أيمن، ربنا يخليك على المقدمة الجميلة يا فندم. ده شرف كبير لنا زيارتك، وطبعا يعني من وقتك الثمين، وأنا عارف ربنا يخليك وقتك صعب، لكن أنت وعدتني وأنا يعني فرحان جدا بهذه التنفيذية للوعد. النهارده زياره مهمه وزياره في الوجه، والوجه مهم جدا جدا جدا، وهطلب في الاخر كومنت لانه ده ضحكك جدا، الوجه المشدود جدا بسبب الاوفر بوتوكس، هل ده كان تمثيل ولا حقيقه؟ خلينا ده شويه، لكن خلينا نروح ليه تجاعيد الوجه. تجاعيد الوجه بقت كتير اليومين دول، بقى في بنات كتير قوي حتى بنات يبان عندهم تجاعيد بكتير. ما بقاش ليها سن معين، كنا زمان بنقول ان بدايه التجاعيد ليها سن تظهر عندها مثلا التجاعيد الفرنية، يعني التجاعيد اللي حوالين الفم دي كنا بنقول من سن 30 ل 35 سنة. لا دلوقتي بقى الواحد بيشوفها عند سن 20 و 25 سنة. التجاعيد بتاعة الجبهة وتجاعيد حوالين العين برضو بنقول انها بتبتدي من سن الثلاثينات، دلوقتي لقيناها في سن بدري عن كده. كل ده نتيجة كذا سبب. أهمهم على الإطلاق التعرض للشمس بدون استعمال واقيات للشمس. أدي أول حاجة. تاني حاجة استعمال الميك اب عمال على بطال في كل وقت. البنت بقى رايحه الكليه بتاعتها حاطه فول ميك اب، ودي بنشوفها كتير قوي، فبرضو استعمال الميك اب بهذه الكم الكبير جدا بيؤدي الى ظهور التجاعيد بنسب عاليه جدا. الانواع نفسها من الباودرز والحاجات اللي بتستعمل ممكن ما تكونش عاليه الجوده، ممكن تكون رديئه الصنع، برضو بتؤدي الى مشاكل في البشرة. مشاكل في البشرة دي يعني معناها تكسير في الخلايا الكولاجينية الموجودة، وبالتالي بداية ظهور التجاعيد في سن بدري. الانفعالات اللي بقت زيادة اكسجريتد، الناس كلها دلوقتي بقت انفعالاتها مبالغ فيها، اللي هو يعني يوم ما بيضحكوا بيضحكوا بعنف قوي، ويوم ما بيبتدوا يتعصبوا بيتعصبوا بعنف قوي، وبالتالي ابتدى ظهور التجاعيد يبتدي يظهر نتيجة المشاكل اليومية والعلاقات بين الناس وبعضها، انها زادت في حدتها جدا، فابتدى التجاعيد تظهر في سن بدري قوي عن السن اللي احنا كنا متعودين عليه انه يظهر قبل كده. ده حتى بدأوا لما بيتصوروا يتصوروا بعنف قوي، اللي هي صورة السيلفي، السيلفي اللي هو عاملة بطة بوز البطة بوز البطة وعاملة كده يعني، وهي شايفة صح كله تجاعيد. بالظبط. العين من الحاجات اللي التجاعيد فيها بتغير شكلها وبتبين السن بدري قوي جدا. هي دي اكتر حاجه ممكن تخلي السيده او الرجل يبتدي يبان عليه سن اكبر من سنه. لانها ليها مشكلتين، ظهور التجاعيد رقم اتنين ضعف الجدار اللي حامي الدهون تحت في الجفن السفلي او الجفن العلوي، فبتكتظ الدهون بتطلع لبره، فيظهر اللي هو احنا بنسميه بافي ايلاد، اللي هو الجفن المتورم. الجفن المتورم معناه خروج الدهون من الحاجز اللي كان ماسك عليها نتيجه ضعفه الى الجزء الخارجي، فتلاقي العين تحتيه مبكرر كده وتلاقيه عالي طالع لبره. هي دي سبب ظهور التجاعيد، والجفن بالموضوع ده هو ده اللي بيؤدي الى ظهور سن اكبر للسيده او الرجل على غير سنه المعتاد. ودي بيبقى حلها في منتهى البساطه، بس احنا بنقعد نحاول بقدر الامكان ناجل شويه، نقول لا مش وقتها، لا بدري، لا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها وقتها. في حاجه اسمها ظهرت عندي حاجه يبقى اعالجها، ما اقولش لا انا لسه صغيره على موضوع شد الجفون، ما فيش حاجه اسمها صغيره وكبيره دلوقتي، لا انا ظهر في مشكله يبقى انا اتجه الى دكتور متخصص عشان اعالج الموضوع اللي عندي ده كله.
وبالتالي بقت عمليات شد الجفون دي من اشهر العمليات الموجوده دلوقتي، بتتم بنج موضعي وبتتم بسهوله جدا، بتستغرق فتره قصيره جدا، والعيان ممكن يخرج في نفس اليوم. هو عباره عن بلاستر بنحطه على الجفن السفلي وبلاستر بنحطه على الجفن العلوي لمده 4 لـ5 ايام زي ما هنشوف هنا في الفيديو ده. ده الخطوط اللي احنا بنشيلها، شلنا طبقه الجلد، طبقه الدهون شلناها، وبعدين بنبتدي نخيط الاجزاء العلويه والاجزاء السفليه. دي حاجه مبسطه جدا للعمليه بتتم ازاي، مش بنفس التقنيه طبعا، فيها تقنيه تانية. بس في الاخر خالص العين يجي يقول لي طب انا هربط وشي. لا مش تربط وش، احنا بنقول بنحط جزء رفيع جدا من البلاستر تحت، جزء رفيع جدا من البلاستر فوق، عشان يداري مكان الغرز لمده 4-5 ايام، وبعد كده نفك الغرز خالص، وهو ده اللي بنحطه وخلاص. لكن لا بنقفل وش ولا بنقفل عين ولا بنقفل اي حاجه. وفي نفس الوقت شلنا التجاعيد، شلنا الدهون الزياده اللي ناتجه نتيجه ضعف الحاجز الدهني اللي كان موجود في العين، رجعنا العين لطبيعتها، وبالتالي بقى اللوك بتاع العيانه دي او المريض ده قل بنسبه كبيره. طبعا يعني ابتدى ان هو يحس ان هو مور يانجر بقى، اصبى بيقول رجعناه للصبا تاني او للشاب تاني. ما رجعناش بقى 10-15-20 سنة، لا احنا ممكن نرجعه 10 سنين ويفضل عجوز، لكن هو بيبقى مور يانجر نتيجه ان احنا لعبنا في الجزء بتاع العين ده، لان هو ده اللي بيشد انتباه اي حد. اي حد وانت ماشي دكتور ايمن لما يجي يبص لك في الجزء بتاع العين، ما يبصش مثلا على ودانك، ما يبصش طبعا دي نظره اوكي، بس هو الاساس والتركيز كله بيبقى في الجزء بتاع العين اكتر منه في اي حاجه تانيه. طيب انا عندي الوش في اماكن ومناطق ووائل داخليه، كل طبعًا. منطقه زي ما بدانا بالعين كده، كل منطقه لها تجاعيدها زي ما بيقول. اكيد. فانا عايز اشوف اماكن تجاعيد الوجه، وليه الاماكن دي، وهل سؤال الكلاسيكي قوي، هل تختلف من منطقه لمنطقه؟ مثلا انت اشتغلت في امريكا واشتغلت في اوروبا وفي مصر والوطن العربي كله، هل بتختلف من بلد لبلد ولا كله زي بعضه؟ بتختلف في التقنيه. يعني بتختلف في التقنيه. احنا عندنا حل مشكله اي تجاعيد بنبتدي الاول العلاج البسيط اللي هو العلاج السهل، اللي هو نبتدي الاول بالحقن. الحقن عندنا منهم جزئين كبار قوي. دي بتورينا ان انا عندي في تجاعيد في الجبهه، في تجاعيد حوالين العين، في تجاعيد في منتصف الوجه، في تجاعيد في الجزء السفلي من الوجه مع الرقبه. هعالج الجزء العلوي من الوجه اللي هو بيشمل الجبهه. التجاعيد الموجوده فيه ممكن تكون تجاعيد بنسميها ستاتيك، اللي هي وانا قاعد موجود كده، هي التجاعيد شغاله زي ما هي باينه. أيوة. او في تجاعيد دايناميك اللي هي مع الحركه، رفع الحواجب، حركه العين تبتدي تظهر معايا. ده علاجها بيبقى علاج حقن في الاول بعلاج ماده اسمها بوتوكس. البوتوكس ده عباره عن حاجه اسمها بوتيلينيوم توكسين تايب ايه، ده مستخرج من بعض الامصال، بيعمل ضعف العضل. انا ما بحبش اللفظ التاني اللي بيقول عليه شل العضله ده، لان هو ما بيشلش العضله. بيعمل ضعف للعضله المراد انها تغذي المنطقه دي، وبالتالي يبتدي يفرد لي التجاعيده الموجوده بنسبه معينه. كل حاجه وليها مقدار معين من الحقن، لازم تحقن بنفس هذا المقدار والا يحدث عكسه. وبالتالي بنحقن البوتوكس في اماكن معينه، الاهم الاماكن ما بين الحاجبين اللي هي بيقولوا عليها 111، الجزء الثاني اللي هي اللي احنا بنشوفها دلوقتي بنعلم عليها ونشوفها. الجزء الثاني مهم جدا، التجاعيد العريضه اللي احنا بنحقنها اللي بتبقى في الجبهه. الجزء الثالث اللي هي بيبقى الكراون فيت، اللي هي بنقول عليها رجل القطه، اللي هي بتبقى مشهوره جدا حوالين العين واسفل الجفن السفلي. ده حقن البوتوكس. طيب هل العيان محتاج بوتوكس بس ولا محتاج بوتوكس وفيلر؟ لا، بنقول محتاج بوتوكس وجزء من الفيلر اللي هي الماده الكولاجينيه لما تكون التجاعيد دي ستاتيك، اللي هي وهو قاعد ظاهره من غير اي انفعال موجوده. يبقى انا محتاج ان انا اوقف الحركه بالبوتوكس الديناميك، وان انا ابتدي ارفع الخطوط دي عن مكانها الطبيعي بالفيلر. طيب التجاعيد اعمق من كده، ابتدي اتجه الى الجراحه اللي هي جراحات شد الجبهه، وبالتالي برفع الجبهه بمقدار معين نتيجه التجاعيد الواضحه جدا والظاهره جدا عند هذا المريض. احنا كنا اتكلمنا عن العينين، نتكلم على المشكله بتاعت منتصف الوجه. المشكله في منتصف الوجه اللي هو التهدل اللي موجود في الوجه مع ظهور الخطين اللي حوالين الانف. اسمهم ايه دول؟ نيزوليبيا. دول غير ده الماريونيت؟
لا المارينات بيبقى تحت. جزء موجود من الانجل بتاع الماوث من زاوية البق لحد تحت. تمام. دول نيزوليبيال. بنات كتير بتتضايق منهم قوي استاذ كتير. حلها سهل جدا. طالما لا زالت بنت وصغيره وجلدها كويس ولم تتخطى الأربعين يبقى انا ما احاولش ابص على اي عمليه من العمليات. لا ده معانا فيلر. الفيلر ده حاجه تفل عشان تملى اللي هي بيسموها بالناس بيسموها كولاجين، ناس بيسموها فيلر، ناس بتسميها الاسم العلمي بتاعها اللي هو الهايلورونيك اسيد. ده هبتدي احقن فيه. وده في خلال 5 دقائق بعد الحقن بالظبط بيبتدي المنطقه دي كلها تحسن وتبقى كويسه جدا وما فيهاش اي مشكله بالنسبه لنا ورجعت طبيعيه الاول تاني. حصل بقى التهدل وحصل عمق في التجاعيد الموجود في منتصف الوجه، نبتدي بقى نلجا الى الشغل عن طريق الفيديو ده ان احنا بنفتح فتحه حوالين عايزين نشوفه تاني ده نشوفه حوالين اوكي حوالين الاذن ونبتدي نسلك كل الجزء ده كله عشان اقدر اشد زي ما احنا شايفين كده بنسلك كل الاريا دي كلها وابتدي اسحبه بغرز واشده واشيل الجلد الزياده الموجود حوالين الاذن معايا. ودي بتبقى طبعا عمليه بتجرى ببنج موضعي، عمليه مبسطه جدا بتاخد شويه وقت طبعا لان هنا لازم يكون التعامل مع الانسجه بتاعت الوجه مختلف خالص عن تعامل انسجه الجسم لان كل ملي فيها ماشي فيه حاجات مهمة جدا سواء إذا كان أعصاب أو سواء إذا كان أوعية أو سواء إذا كان غدد لمفاوية فلازم التعامل معها بحرص فبتطول العملية شوية بتاخد لها حوالي من 2 لـ3 ساعات لو أنا هعمل شد وش على الناحيتين وفي الآخر النتيجة تبقى مرضية جدا وكويسة جدا 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 من غير أي ترهلات أو من غير ظهور أو معالجة الخط اللي إحنا بنقول عليه نيزوليبيال ده. الجزء بتاع المارونيت بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه اللي تحت اللي هو الجزء بتاع الأنجل أوف ماوس. ده بيجي معايا بطريقتين، يا اما برضه بحقن الفيلر في الناس اللي هم الصغيرين او عندهم المشكله دي لوحدها وده بيتم في العياده بمنتهى البساطه، او ان انا عايز اشد الجزء بتاع الفك برضه والجزء السفلي من الرقبه. ده بيتم عن طريق ان انا بفتح فتحه صغيره عند الجزء اللي هو بتاع الحلق بتاع الودن والف حوالين الودن وابتدي اشد الجزء ده كله. تيجي ستات كتير قوي تقول لك انا عندي الحتتين دول مورمين بقوا شبيهين بما يسمى البولدوج اللي هم نازلين مترهلين بيبقى شكلهم وحش قوي جدا. فدول علاجهم بسيط جدا ان احنا بنبتدي نشد كل الجزء ده عن طريق جرح بسيط جدا حوالين الجزء الامامي من الاذن هالة الاذن وبعدين بنلف حوالين الودن من ورا ونشد كل الكلام ده كله. ولازم ناخد معانا في حساباتنا برضو الجزء بتاع الرقبه اللي هو ما يسمى باللغد. ده عن طريق ان احنا بنشفط دهون من اللغد عن طريق الليزر او الفيزر اللي بنشتغل بيه وبعد كده بنبتدي نشد كل التجاعيد دي كلها عشان توصل معانا للجزء اللي انا عايز اعمله. نفس الكلام اللي احنا بنستعمله هنا بس هنا الجرح كبير شويه، احنا بنبقى جرح اصغر من كده. شفطنا كل الدهون، خيطنا العضلات اللي احنا عايزينها عن طريق شد الرقبه وبعدين يبتدي المنظر اللي احنا شايفينه ده، لان في كتير قوي من السيدات بتبقى المشكله الاساسيه عندهم في الحته دي. ولا يمكن اخفائها وبالذات اللي هم الناس اللي هم رقبتهم قصيره شويه فيبتدي يبان معاهم، يبتدي بمشكله صوت اثناء النوم. يبتدي بمشكله ان هي خلاص بقت ماشيه دقنها قريبه جدا من الجزء السفلي من الجسم وبالتالي لا علاجها بسيط جدا عن طريق شفط الدهون من هذه المنطقه وشد الجزء بتاع الجلد عشان ما يحصلش ترهل لو هو مترهل قوي او كبير قوي في جرح حوالين الودن نشد منه كل اللي احنا عايزينه. جم الناس بقى اخترعوا قال لك احنا مش عايزين نعمل عمليات. عمليات بالنسبه لناس كتير بتخوف. طيب بس دي مش عمليه ما هو اسم عمليه بالنسبه لناس كتير قوي برضه يعني يخاف دي سهله يعني. تمام بس في ناس بيخافوا منها. قال لك هنعمل حاجه تانية تقنيه تانية دي ظهرت في الالفينات. اول ناس ظهروها في الالفينات والتسعينات كان الروس. وعملوا حاجه اسمها الخيوط الروسيه. الخيوط الروسيه هو عباره عن خيط بيبقى فيه زي خطافات زي فرع الشجره او فرع النخله بالظبط اللي فيه الخطافات ماشيه بترتيب معين. احنا بندخل هذا الخطافات بنفس الترتيب ونشده في العكس. فالخطافات دي تيجي تعمل زي عشق ومعشوق في الجلد فما تحركش.
ابتدى يجرى عليه ابحاث جديده من حوالي سنتين ثلاثه ونزل بضجه كبيره جدا اسمها الخيوط الفرنسيه. ان انا مثلا عندي الجزء ده مترهل فان انا ابتدي احط الخيط من المنطقه دي واوصل بيها لحد منطقه الاذن تحت الجلد واروح قطع الخيط هنا مع شد وقطع، فانا شديت الجزء ده. هو عيبه الوحيد ان هو بيستمر فتره قصيره لا تتعدى من سنه ونص لسنتين، ولابد ان هو يعاد مره اخرى. بس طبعا بالنسبه للناس اللي هم بيبقوا من فوبيا من العمليات بتبقى حل بالنسبه لهم لطيف جدا ان احنا نشد الاجزاء من الوجه باستعمال هذه الخيوط وفي مده قصيره جدا وبدون قطع عمليات وبدون حاجه في الكلينيك العادي، وتفضل معانا سنه ونص لسنتين زي نفس فكره الحقن بتاعه الفيلر والبوتوكس نفسها. طيب انا هقف عند منطقه مهمه في الفهم هامه جدا. حضرتك عارف نيب أند توك ده كان مسلسل امريكي رائع جدا كنت بستمتع جدا بمشاهدته، فسامح الله نيب أند توك لانهم عملوا حركه في المسلسل دي ربما جرأت كثير من الناس. عمل احدهم يعني دكتور من الاثنين عمل حقن البوتوكس المريضه قدامه، يعني هو محترف فعملها وهو بيكلمها، يعني هو بيكلمها كده فقال انت مش عارف ايه، راح عمل لها كده خلاص تمام كده وروح. ربما شجع الكثيرين او ربما شجع الناس غير المتخصصين، قال لهم يتعاملوا مع البوتوكس والفيلر، واعتقد ان الخيوط برضو نتيجه بساطتها شجعت ناس غير محترفه انها تدخل في المجال. كتير. سؤالي بقى البوتوكس والفيلر والخيوط الثلاث حاجات دول تمام، والذين يقال لهم انهم بروسيدر سهله وبسيطه، لكن سهله وبسيطه للمحترف زي دكتور سامح، لكن اللي جاي مثلا مش دكتور او نص نص او لسه مش مؤهل ويتعامل معاهم مشاكلهم ايه؟ بمنتهى البساطة جدا المشكلة الأساسية والرئيسية وبتبقى في 80% من العيانين اللي حقنوا بوتوكس عند حد غير متخصص إن الجفن يقع. يا لهوي يا لهوي، ده بمنتهى البساطة، ده دي حاجة مأساة إن الجفن يقع والعيانة تيجي تقول لك أنا مش شايفة. هو ده هو كده زي ما أنا عملت بالظبط كده هي نفس الحركة دي هي الحركة دي يعني يبقى سعيدة الحظ لو هو جفن واحد ساعات، بس دي بتبقى بنسبه قليله قوي بنشوفها في جفنين يعني من لطف ربنا برضو ان هو لا من لطف ربنا بقى يعني، بس ما فيش حاجه تانية ان هي بتبقى في جفن واحد عشان تقدر تتابع حياتها بالجفن التاني مع الزغلله انها ممكن جدا يحصل حاجه ان احنا بنسميها او بيسموها بتوع الرمد ديبلوبيا اللي هو بيشوف له حاجه اتنين نتيجه ان اتحقن في عضله من العضلات بتاعه المحركه للعين اللي هي النني بتاع العين نفسه، فيبتدي يشوف الجزء اللي قدامه الحاجه حاجتين فمش عارف هو ماشي في انهي اتجاه. طب ممكن يحصله زي اللي حصل في الفيلم الحته المشهد الكوميدي ده مع الفيلر مع الفيلر ده مع الفيلر ده مع الفيلر لو الفيلر حد مش محترف عمله ده مع حد مش محترف عمله، ودي بقى مشكله تانية حد مش محترف واستعمال ماده رديئه دي مشكله تانية. دي حته مهمه فعلا دي مشكله تانية خالص. مش استعمال ماده رديئه جايز لو هنستعمل مادة كويسة بحد مش محترف ويحقن فيلر ممكن تعدي لأنها في الآخر بتاخد لها من 9 شهور لسنة وبتروح. لكن استعمال مادة رديئة ده بيفضل طول العمر، وهم بيحاولوا يقولوا للسيدات إن دي مادة دائمة. عندنا في نوعين من الفيلر أنا ما بعترفش غير بنوع واحد بيهم، ومعظم الجراحين المتخصصين ما بيعرفوش غير بنوع واحد اللي هو الجزء بتاع الهيالورونيك اسيد اللي هو بيستمر في الجسم من 9 شهور لسنه ويعاد حقنه مره اخرى. عظيم. لكن الدائم ده حاجه اسمها سيراميك يعني ماخوذ من البوند بتاعه السيراميك وبالتالي بيفضل في الجسم فعلا دائم موجود، بس 50% منه بيؤدي الى التهابات خراج صديد ينزل من الوجه في اي جزء من اجزاء الوجه، فتحة 2 3 4 5 على حسب بقى ما هو ايه ربنا يسهل. و50% بالنسبة للطب بيعتبر رقم وهمي انه مضاعفة تكون 50% لا كارثية بالظبط، ويصعب جدا علاجه طبعا بل مستحيل لان هو بيبقى داخل جوه الانسجة، فانت مش كلكيعه موجوده هنشيلها او مش خراج موجود هنشيله لا ده يبقى داخل جوه الانسجه، فعشان تشيله لازم تخش جوه الانسجه تقطعها، ولو قطعتها يبقى عملت الدمار الاكبر اللي هو شلل في الاعصاب، وبالتالي العيان يطلع بقى بقه معوج عينه مقفوله الكلام ده كله. فبنصح كل العيانين ان هم يتحروا الدقه جدا في حتى لو فيلر حتى لو بوتوكس ابسط يا جماعه حاجه، يعني احنا دلوقتي بنقول يا جماعه لما تروح لكوافير او لما تروح لحلاق
تأكد من ان الالات المستخدمة معقمة عشان بيجيب مصيبة بيجيب فيروس سي في منتهى البساطة. فاحنا رايحين نلعب في حاجة وبندفع فيها فلوس لنتأكد من تخصص هذا الشخص ونتأكد من المادة المستعملة. ومش عيب ان اقول للدكتور, انا ناس كتير قوي, دكتور المادة اسمها ايه؟ والله المادة اهي والكرتونة بتاعتها اهي والفلاير بتاعها اهو البروشورة اهو, خش على النت واقري كل اللي انت عايزه عنه. طيب قبل ما نروح على طول الحوار الهام جدا, ان كتير من الستات وبنات كتير عندهم ترهل في الثدي وشباب صغير عندهم تثدي. تمام, نعمل ده ايه وده ايه؟ الترهل في الثدي عند كتير من السيدات بيبقى طبعا نتيجة تكرار الحمل, بيبقى نتيجة تكرار الرضاعة, بينتج عنه صدر جلده كتير وفي نفس الوقت الأنسجة قليلة قوي. فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل حاجتين, نشيل الجلد الزائد, وان احنا لو حجم الأنسجة اللي موجود معقول بس هو مجرد ان هو ترهل, بنرفع الثدي على حجمه السابق. لو هو الحجم بتاعه قليل بنرفعه وبنزوده بإمبلانت اللي هو السيليكون أو بحقن الدهون. فلو احنا هنستعمل هذه التقنية عشان مجرد نرفع الثدي زي ما احنا في الفيديو اللي قدامنا ده, احنا بنعمل التقنية دي احنا المفروض نحن نرفع الجزء البني والهالة والحلم الداخلية مفروض نرفعها عند أول المقاس فوق. فبنيجي نفتح نفس الفتحة اللي احنا شايفينها دي ونبتدي نشيل الجلد اللي حواليها تماما عشان نبتدي نرفع الجزء ده. أما الجزء المرسوم اللي تحت فده بنيجي نستأصله تماما عشان اعرف اقفل الثدي كويس وابتدي الم الجلد ده جزء كله من الجلد ان انا بشيله. وبالتالي لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان احنا شلنا تقريبا 40% من الجلد الموجود في الثدي. وبعد كده ابتدي المهم الاثنين عشان يديني صدر في مكان مرتفع, رفعنا هو الجزء بتاع الحلمة ولمينا الجزء بتاع الثدي. يبقى انا كده تغلبت على المشكلتين, الترهل بتاع الثدي تغلبت عنه عن طريق ان انا شلت الجلد الزيادة وان انا رفعت الثدي في مكانه اللي انا عايزه. ده ثدي فيه انسجة كويسة. لو الانسجة قليلة شوية ابتدي احط السيليكون بتاعي اللي انا عايزه عشان ازود حجم الثدي بالنسبة لي. ده بالنسبة لمشكلة ترهل الثدي. طب لو الثدي متضخم بقى, ثدي كبير جدا, تصغير الثدي قد يأثر على الفقرات ويأثر على التنفس, بتيجي العيانة مشكلتها مشكلة. دي بقى بنقول ان هي من الحاجات مش التجميلية وبس, لا دي من الحاجات الوظيفية. تيجي العيانة تشتكي ان انا مشكلتي كلها ان مش قادر اخد نفسي وانا نايمة حاسة ان في حاجة بنفس الالفاظهم طبقة على صدري, ما باخدش نفسي براحتي, حمالة البرا نفسها عاملة لي حز, طبعا غير ظهور بعض الالتهابات الفطرية اللي موجودة في اسفل الثدي. بنبتدي نشيل كل الاجزاء اللي احنا شايفينها. احنا المره دي بقى شلنا ايه؟ شلنا جلد مع دهون مع انسجه. كل ده بيتشال وابتدي ان انا اعمل نفس الرفع بتاع الحلمه وابتدي ان انا اعمل نفس الخطوط بتاعتي الجراحيه اللي هي موجوده. ودي بتؤدي الى ان انا ممكن اشيل لحد 60% من الانسجه اللي موجوده في الثدي مع الحفاظ على التغذيه الدمويه للحلمه ثابته, وتكون تغذيه المويه الحلمه بالنسبه لها حاجه كويسه جدا عشان ده الهدف اللي احنا عايزين نعيش بيه الثدي الموجود. كل ما سبق كان مشترك ما بين النساء والرجال فيما عدا طبعا رفع الثدي وتصغير الثدي, لكن ازاله الثدي بقى ده خاص بالرجال بقى لهم حاجه لوحدهم بقى. اليوم ده بقى يعني غلابه بيجوا في اخر الحلقة اللي هو التثدي. التثدي عند الرجال بقى كتير هرمونات واكله. 70% دلوقتي من الناس البوبوليشن عندهم مشكله التثدي, لان المشكله كلها ليها مراحل. ده مرحله اولى وثانيه وثالثه. المرحله دي بنطلق عليها ما بين المرحله الاولى والثانيه. فبالتالي هي بمنتهى البساطه عباره عن ايه؟ اثناء مرحله البلوغ بيظهر ان يختلف او يختل الهرمون الانثوي مع الهرمون الذكري. وبالتالي يبتدي يزيد الهرمون الانثوي شويه, فيبتدي يعمل غده على اساس انها تكمل بعد كده تبقى انثى وتبقى الغده دي غده لبنيه. لكن لا, يجي عليه بقى فتره الهرمون الذكري خلاص وصل لمراحله الطبيعيه والهرمون الانثوي يبتدي يرتد مره ثانيه. فبتفضل غده على هذا الوضع, غده موجوده وحواليها انسجه دهنيه. فبمنتهى البساطه الغده دي لو سبناها لا بتزيد
ولا بتقل ولا بتعمل مشكلة ولا لها أي أضرار خالص. المشكلة الأساسية بالنسبة لهم شكل. الحرج والشيم من الخجل من إن هو يبقى بيقابل مجتمع سواء أصحابه سواء على البحر سواء على البسين سواء في النادي أو حتى مع زوجته بيبقى مشكلة كبيرة بالنسبة له إن هو قدام هذا الموضوع. فالموضوع بمنتهى البساطة إن إحنا بنشفط كمية الدهون الموجودة وإن إحنا لازم نفتح حوالي سنتي جرح حوالين الهالة البنية عشان نستأصل الغدة دي ونشيلها وبعد كده بيرجع الثدي زي ما كان هو من غير أي تضخم موجود عنده تماما. تمام. أنا في الفترة اللي فاتت دي لما كنت بقعد مع مجلس إدارة البرنامج والقناة كنت بقول لهم إن أنا دلوقتي فخور إن الدكتور سامح طاهر عندنا. يا إما ربنا يخليك. لا بجد والله لا لا وببدأ بقى إيه بقى بص باشا بقى فرحان بقى وبقعد بقابل أي حد دلوقتي الدكتور سامح طاهر عندنا بقى خلاص. ربنا يخليك حبيبي ربنا يخليك. بجد وسعادة سعادة غامرة ربنا يخليك. وجمهورك كبير يعني ما شاء الله أنت ليك جمهور أضفته لنا. إحنا اللي سعداء. فده شرف كبير لينا وجودك معانا. طبعا القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات التجميل وأستاذنا الأستاذ دكتور سامح طاهر أستاذ جراحات التجميل والليزر جامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية لجراحات التجميل كان ضيفي العزيز وسيكون دائما ضيفي العزيز طوال الفترة القادمة وستستمتعون بحوار في التجميل مختلف ورائع جدا جدا وكما كالعادة مليء بالشجاعة المشهور بها الدكتور سامح والجرأة اللي قد تحرج الكثير من المبتدئين أو الدخلاء علهم يكون عندهم دم لكن إيه هقول لك إيه علمت فيه كنت طبعا فيه غالب وديل الدخيل ما بيتعد اللي حطوا فيه قاله خليكم معانا. أهلا بكم. فارق كبير جدا بين السنة الحلوة والسنة الوحشة. السنة الحلوة حلوة والسنة الوحشة مزعجة. تعالوا احكي لكم القصه للشباب الصغيرين وخلينا نبدا القصه بحكايه وزي ما كانوا بيحكوا زمان كان يا مكان يا سعد يا اكرام وما احنا الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. كان في امير زمان حلو وجميل وامور. الامير ده كان بيهتم باسنانه كل يوم الصبح يا حلوين يصحى يغسل سنانه وكان للامير ده اخوه الملك الكبير ده ما كانش بيغسل سنانه وما كانش بياكل اكل صحي وكان بياكل كل الحاجات اللي ممكن تبوظ السنان. الامير الصغير قال للملك الكبير ارجوك خلي بالك من سنانك واهتم بيها السنان على مدار اليوم بيجي وحوش يهاجموها ده في وحش ضخم كبير اسمه السوسه الوحش ده ممكن جدا يهاجم وياكل السنان وساعتها محدش هيقدر يقف قدامه لا جيوش ولا حاجة. طبعا الوحش طالما السنة ضعيفة يقدر يهاجمها ويدمرها. الأمير الجميل نصح الأمير الغلبان اللي كان مدمر سنانه وقال له لا سيبك انت بقى انا هبعت له للوحش الكبير ده كل القوة اللي تقدر تقف قدامه نظافة وتجميل وده كله ممكن وطبعا طبيب أسنان شاطر وده كله ممكن يخلينا ننتصر على هذا الوحش الجبار بالغسيل السنان والاهتمام بيها. قدر الامير الجميل اللي بيغسل سنانه هو واصحابه الجمال اللي مهتمين بسنانهم انهم ينتصروا على الوحش وبالتالي قدروا يحافظوا على المملكه وسيطروا على كل شيء ورجع الامن والامان وكل الناس بقت عايشه في امان وسلام وتوته توته خلصت الحدوته. الحكايه زي ما انا حكيتها لكن القصه اكبر من كده بكتير. تعالوا نعيش مع قصه اكثر اثاره مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين طبعا القيمه العلميه الكبيره. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس. دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس. ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس. زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان. عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي. أهلا بك دكتور شادي وحشني خالص خالص. إيه رأيك في القصة اللي أنا حكيتها؟ نمت؟ لا هي دايما الحاجة بس اللي أنا دايما بحب أكد عليها في إن الفكر بتاع السوسة وإن في حاجة اسمها السوسة والكلام ده كله اللي بيحافظ على الاسنان واللي يخلي الاسنان في حاله صحيه جيده ان احنا نعتني بيها لان هي مش سوسه
هي احماض وبكتيريا موجوده نتيجه تخثر بواقي الطعام في الفم. هي مفيش السوسه الخضراء دي مش موجوده على فكره. الحقيقه دايما لما باجي اعمل لمريض تجميل الاسنان واعمل له الاقي الاسنان في حاله مترديه او فيها مشاكل كتير, فببتدي اقول له يقول لي انا سناني ملهاش حل ومش هتتصلح, اقول له لا هتتصلح وهتبقى زي الفل, بس مش مهم يعني مش فكره انها تتصلح, انت هتطلع من عندي بسنان حلو ازاي تحافظ عليها بقى, ده اللي انت لازم تتعلمه علشان خاطر ما تفسدش الابتسامه دي, علشان خاطر احنا هنتعب قوي علشان نعمل لك حاجه حلوه, انت مش هتتعب احنا اللي هنتعب, بس عشان هي من كتر ما هي بقت سهله قوي والموضوع بقى بسيط قوي عشان تحصل على ابتسامه جميله, ده مش معناه ان انت ما تحافظش عليها. طب ما دكتور شادي هيصلح ودكتور شادي هيظبط, لا انت لازم تحافظ عليها علشان خاطر تفضل ابتسامتك دي شيء جميل. شكل الابتسامه ياثر على نفسيه الانسان لدرجه الاكتئاب كتير. انا شفت ناس كتير بتجي لي ساعات مثلا ساعات بنوته مثلا ومعاها مامتها, هي ما بتتكلمش, هي تقعد على الكرسي وساكته ومش عايزه تضحك, تقول لي دكتور اتصرف, بنتي ما بتضحكش, هي على طول مش تحط ايديها على بقها بتضحك, هي كل ما يجي لها عريس مش عايزه تتكلم معاه, صاحبتها مش بتخرج مش معاهم, فحل لي مشكله نفسيه بنتي, هي ما بتقوليش حل لي اسنان بنتي, حل مشكله نفسيه بنتي, انا عايزها تضحك اتصرف. فبمجرد ما بنبتدي ان احنا نعمل لها ابتسامه وناخد بالنا اللسه وان ازاي تشكيل اللسه, يعني انا كان في بنوته عندي لسه من 3 ايام بتكلمني على السنان, فبقول لها لا احنا هنعمل هنعدل اول شكل اللسه, دكتور انا اسناني صغيره, انا اسناني مشكلتها ان هي صغيره فهتكبرها لي ازاي يعني, ولو كبرت اصلا هيبقى عندي ضب واسناني هتطول, وهي بقى ايه عملت في تخيلات. مجرد انا قعدت معاها 10 دقائق 15 دقيقه بكتير, عملت لها ليزر سيشن, يعني هي الاسنان بيبقى فيه جزء زي الضوافر كده, جزء لما الجلد يطلع عليها الاسنان بتبقى مغطيه جزء مثلا منها باللثه ويبان جزء صغير, فلما تروح لواحد ما عندوش خبره يبتدي يبرد الجزء اللي باين ده ويطوله, فيا اما لو عمله قصير يبقى شكلها وحش وعريضه, يا اما لو طوله بقت للبنت اسنانها بارزه, فده اللي شافته مع صاحبتها لان دي مش خبره. انا كل اللي عملته ايه؟ كل اللي عملته ان انا قمت جاي مشكل اللثه بالليزر, كشفت جزء اكبر من السنه وشلت جزء من اللثه عن طريق الليزر, بقت السنان شكلها تحفه في 10 دقائق, والبنت اسنانها بقت رجعت شكلها كبير وضحكتها ما بيبانش جزء كبير من اللثه وهي بتضحك. وبعدين قالت لي يا دكتور طب انا عايزه اعمل ابيضهم. قلت لها قدامك حالتين, نعمل تبييض كيميائي يا اما نعمل تبييض بالقشره التجميليه. قالت لي طب يا دكتور والله انا القشره التجميليه دي غاليه عليا دلوقتي, فانا عايزه اعمل القشره دي بعد شويه. قلت لها ماشي طب نعمل تبييض كيميائي. عملنا لها تبييض كيميائي اللي انت حضرت الخطوبه بتاعتها وكانت مبسوطه وسعيده وجابت لي صور الفرح, فاهم؟ بعد يعني كان الخطوبه دي كان الحدوته دي كلها خلصت في جلسه, كان خطوبتها بعد 3 ايام, جابت لي صوره الخطوبه بعديها وجايه لي ومبسوطه ودنيا سعيده بايه فيري سمبل بتاع, بس هي الفكره انه هاو انا هعمل ايه عشان اعمل استخدم انهي اداه علشان ابسط اللي قدامي, و يعني بدل ما هبرد سنه واقعد ادخل المريض في تركيبات ومش عارف ايه واصغر له سنانه وهو مش محتاج ده, لا انا مجرد بس ان انا لعبت بالليزر في الاسنان وعملنا تبييض والدنيا ماشيه زي الفل. عالم الاسنان بقى في التكنولوجيا الحديثه فيه ماتيريال كتيره وتوظيفات كتيره للماتيريال ده, بقى جانب اخر بقى, ده مش طب نفسي, ده طب الاسنان الحقيقي السوليد. طبعا طبعا الحقيقه انا دايما ابتديت كان الاول عندي اعتراض على, يمكن اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي, على موضوع الزيركوني. كنت ما بشتغلش بالزيركونيا خالص لان هي كانت عامله زي التباشير ما بتعديش الاضاءه وماده انرت والتعامل معاها رخم وما ينفعش ان هي تحطها بشكل متكامل, ما ينفعش تخرطها على مكنه وتحطها في بق العيان, فكانت لازم في الاول وفي الاخر بتعدي على معمل والمعمل يبني ويعمل, كان هزل ودوشه وملهاش لازم. فابتدينا ان احنا نغير الكونسبتس دي, ان انا النهارده انا الكور ستراكشر او السنه الاساسيه اللي انا هشتغل عليها لونها ايه؟ هل لونها بني واسود ومتبهدله و62 نيله؟ فبالتالي النهارده الزيركونيا الشفافه مع السنه دي هتبقى احسن من لو عملنا البورسلين الزجاجي. يعني انا عندي نوعين, البورسلين الزجاجي ده زي الازاز, ازاز ملون فبيعوض ماده المينا فقط, بيعوض ماده المينا فقط, فبعمله للحالات اللي مستعجله اللي عايزه تتخلص بسرعه في نفس الزياره وتقدر تستحمل تكلفته لان البورسلين الزجاجي اغلى من الزيركونيا الشفاف, بنخلصه في جلسه واحده بس. الكور الفنه الاساسيه اللي تحت تبقى لونها نفسه
مش غامق قوي لان هي بتشف. النوع الثاني اللي زيركونيا شفافه بقوم حالل ساعات حالات بتبقى يمكن معانا حاله في سنه اسنان لونها بني خالص ومتدمره عملنا لها حشو عصب وشلنا التسوس ومش عارف ايه والكلام ده كله وابتدينا نعمل لها زيركونيا شفافه. هي زيركونيا شفافه ميزتها انها بتغطي بتماسك الالوان اللي تحتيها درجه شفتها حلوه مش وحشه وفي نفس الوقت بس هي عيبها الوحيد ايه ان هي بتاخد تقريبا حوالي 16 ساعه في الفرن فبتتسلم دي فاهم سنان سودا جدا وفيها تسويس وبتاع نشيل التسويس كله بالمايكروسكوب دي حشو عصب دي برضو من الناس اللي هتجي لك تقول لك لا لو فتحت بقى ما تتخضش والكلام ده بالظبط بالظبط بس انا بعلمه الاول اقول له بص انا هخلي لك سنانك تحفه بس لو سمحت حافظ عليها بقى ازاي تتعامل معاها ازاي ان انا اغسل اسناني بعد الفطار مش قبل الفطار ومرت بالليل بعد العشاء مش قبل العشاء فيجي يبص المنظر ده يتخيل ان هو الحياه سودا والدنيا ملهاش والدنيا مش عمرها ما هتتعدل واسناني دي خلاص بقت هوبليس كيس اقول له لا انا هعمل لك سنان تحفه هعدل لك شكل اللثه بتاعك هعدل لك شكل اسنانك واقوم عامل له هو ده نفس اه بالظبط 28 سنه نقوم عاملينهم له دي ايه دي زيركونيا شفافه تمام الزيركونيا شفافه ميزتها في ايه هي لونها حلو وشكلها حلو وبتماسك الالوان اللي تحتيها يعني لو في لون بني او اسود طبعا زي الحاله اللي فاتت دي كبير فبنبتدي بتغطيه تماما بتبان شكلها طبيعي جدا بس ايه هي الفكره ان هي ما بتسلمش في نفس الزياره يعني بتسلم بعديها مثلا بتو تو 3 دايز فده جراب وده جراب وده طريقه ودي طريقه اللي جاي مستعجل بقوم جاي عامل له زيركونيا جلاس سيراميكس او بورسلين زجاجي والزق له بتديني درجه شفافيه عاليه وجميل ولكن لو انا الحاله دي هعملها بورسلين زجاجي هلزقها بماده لزق لونها ابيض فتغطي لي السواد اللي تحتيه او الزقها بماده لزق شفافه واعملها بزيركونيا شفافه لو انا عندي شويه وقت والمريض مش مستعجل قوي وفي نفس الوقت اوفر له شويه فلوس من ان البورسلين الزجاجي اغلى شويه. المشكله الاساسيه اللي بتقابلني ان في انا دايما يعني بنسبه 65 70% بحاول انفذ للمريض اللي هو عايزه بس في حاجات ما بقدرش يعني ايه في احيانا بيجي لي مريض عايز يدور نفسه يعني يجي لي ما عندوش اسنان خلفيه ولا سنه وعنده مجموعه 6 أو 7 اسنان اماميه فوق وتحت وورا ما فيش اسنان فهو المفروض العضه كده السنان اللي قدام دي ما بتعضش دي قواطع بتقطع الاكل وبعدين اطحن ورا فالاسنان دي مش موجوده فهو عضت كده كويس فيجي لي يقول لي انا عايز اعمل تجميل في الاسنان الاماميه اقول له ما اقدرش ليه اقول له لازم اعمل الاول طواحن سنان ورا تخلي دول ما بيعضوش وبعدين ابتدي اشتغل قدام ليه لان انا لو سمعت كلامه وجيت ابتديت احضر في الاسنان الاماميه حتى لو مثلا في سي السنه بيستخدمهم كطواحن دلوقتي بيستخدمهم كطواحن حضرتك مثلا السنه مسوسه فالسنه واصله للعصب فانا هشيل التسويس ده وافتح اشيل العصب تبتدي يحصل تجويف في السنه والسنه بتستخدم استخدام خاطئ تقوم مقطومه تفهمني يجي لي يقول لي السنه اتقطمت اقول له ما هو طب مش انا طبعا لان انا ما بعملش كده يروح يقول للدكتور يقول له السنه اتقطبت يقول له انت السبب اللي كسرتها لي هو الحقيقه الدكتور غلطان بس مش غلطان في العلاج غلطان في قرار العلاج يعني المفروض يقول له لا انا مش هشتغل في السنه الاماميه الا لما اعمل الطواحن الخلفيه لان هو مجرد ما بيشتغل في السنه الاماميه يبتدي يحصل فيها تجويف او يبتدي يقل ماده السنه لما شال التسويس التسويس كان ساندها شويه مجرد ما يبتدي يشتغل فيها يبتدي السنه تتقطم يقول له انا كنت جاي لك بسنتي سليمه يا دكتور وانت كسرتها لي يقول لي ويجي لي مريض يجي يقول لي انا رحت للدكتور كان فاضل لي كام سنه قدام الله يجازيه ده كسر لي اسناني قدام يقول له لا هو ما كسرلكش اسنانك هو خد قرار غلط وغلطان انه طوعك في انه يشتغل في الاسنان الاماميه وانت ما عندكش اسنان خلفيه فبقوم دايما اقول له يا اما ازرع ورا يا اما ان شاء الله حط تركيبه متحركه ورا تبقى بتاكل عليها يبقى عندك حاجه ورا بتاكل عليها ساند عليها وابتدي اشتغل في الاسنان الاماميه بعد كده. احنا ابطال العالم اعتقد في الاسنان الغير منتظمه يعني بص تلاقي سنه قدام سنه ورا سنه خلفيه وهنا المريض بيبقى بيلف على فكره على كل الدكاتره عايز ياخد قرار هل يعمل تقويم هل يعمل تجميل هل يعمل ايه ايه الفرق بين دكتور ودكتور في اتخاذ القرار واحنا بنشوف عمليه التعديل في الاسنان البايظه دي من ضمن الانوفيشنز او التطور اللي احنا حسينا انه مانداتوري لازم يتعمل هو فكره ان انت توزع اقسام منفصله بعيادات منفصله احنا بقى شايلين دلوقتي مجموعه 8 أقسام منفصله بحيث ان انت تقدر ان انت تحل المشاكل كلها وتحط للعيان الحلول المختلفه يعني مثلا حاله زي دي كان عندها اوبن بايت او العضه مفتوحه وكانت الاسنان راكبه على بعضيها ولونها اصفر يعني ثلاث مشاكل العضه مفتوحه الاسنان راكبه على بعضيها شكل السنان مش حلو ولونه اصفر اسنان ضخمه جدا
ابتدينا نعرض عليها الحلول. اول حل ان انت تعملي تقويم وتعملي تقويم جراحي. تقويم جراحي ان انت بتفتح بتكسر الفك من هنا وتنزل الفك لقدام عشان تقفل العضه دي، لان ده بيبقى عيب خلقي ان حجم الفك العلوي صغير. وفي نفس الوقت هتبتدي تقوم الاسنان، العضه هتقفل ولكن هتفضل عندك سنان صفراء وحجمها كبير. دي على فكره كده عضه، كده قفل اسنانها على بعض. اسنانها على بعضها يعني هي على طول كده كانها في سجاره موجوده في النص. فده اللي هو السام ساكنج، او ان انا بمص صوابع الاطفال الصغار هو اللي بيعمل المشاكل دي. يا لهوي. فتيجي بعد كده احنا ده الحل، قالت لك طب الحل ده هياخد قد ايه؟ قلنا سنه ونص سنتين، وبعد ما هتخلصي هيبقى الاسنان العضه مقفوله 100%، وهتبقى الاسنان حجمها كبير برضو ولونها اصفر، وممكن تعملي عليهم قشره تجميليه بعد كده. فقالت لك لا، انا فرحي بعد شهر. في نفس الوقت انا بعد ما اخلص بعد سنتين تبقى اسناني لونها اصفر وكبيره، طب ما انا ما فيش حل اسرع. قلنا لها الحل التاني هيبقى في قسم التركيبات. تيجي نعمل الاول نخش قسم علاج جذور، نعمل حشو عصب الاسنان دي، ونروح نتنقل لقسم علاج اللثه، نعمل تعديل لشكل اللثه بالليزر، ثم نتنقل لقسم التركيبات يبتدي ان هو يحضر الاسنان دي ويعمل لها تركيبات لونها ابيض، نغير حجم السنان، هنقفل العضه بنسبه 60-70%. الكلام ده في قد ايه؟ الكلام ده في 48 ساعه. هنخلص الحديث دي في 48 ساعه. او عندك في نفس القسم بتاع التركيبات تعملي كل السيكونس ده، الاول علاج الجذور وبعد كده علاج اللثه، وفي قسم التركيبات تروحي قسم تركيبات الزيركونيا الشفافه تاخدي لك يومين ثلاثه. هي اختارت البورسلين الزجاجي. عملنا دي بورسلين زجاجي، سلمناها في 48 ساعه، عدلنا الاول شكل اللثه، عملنا حشو عصب للاسنان، وصغرنا حجم السنان وخليناها لونها ابيض، وقفلنا العضه بنسبه الحمد لله تقريبا يمكن اولموست 85%، ما قفلناهاش مقبول للاخر، مقبول قفلناها 85%، بحيث ان احنا بقى عندنا الاسنان منتظمه شكلها جميل وبتاع في 48 ساعه. فبيبقى عند المريض كل الخيارات المطروحه. ده ما يمنعش دكتور ايمن ان في حالات بتحتاج تاخد وقت. طبعا. يعني مثلا مريض جاي لك بالتهاب لثه مزمن واللثه عامله زي البالونه، كويس، فانت النهارده لو جيت استعجلت الحاله دي واشتغلت وخلصت في جلسه واحده محدش اللثه هتكش، وهيحصل له هتبتدي يحصل له فراغات ما بين الاسنان وبعضيها، وتبتدي تحشر اكل، تحصل له مشاكل كتيره جدا. فدايما بقول للمريض انا هعمل لك في جلسه واحده طالما انه الحاله الصحيه بتاعت اسنانك تسمح ان انا اخلصك في جلسه واحده. هعملك الصح بالظبط. هو الصح بقى يتعمل في جلسه، يتعمل في خمسه، يتعمل في اقصر وقت ممكن. انا دايما بقول له ايه؟ بقول له اللي هتعمله بره في شهر هعمله لك في مره. يعني التكنولوجيا ادت لي كده بالظبط. التكنولوجيا والنظام والاقسام والاستاف الطبي والاداري والتمريض، الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل خدمه طبيه متميزه ببنيه تحتيه قويه. الحمد لله. انا عايز اروح لي برضو حاله ان عارف التصبغات والالوان والشكل بتاع الاسنان ساعات ياخد شكل مزعج جدا للمريض. الشاي، القهوه، السجاير، التلوث البيئي اللي ما حدش واخد باله منه. التلوث البيئي بيأثر على السنان. ده ممكن يوصل السنان لحالات برضو حالات العيان يشوف سنانه يتهيأ له. اصل احنا عندنا دلوقتي هاجس كتير قوي كبير قوي، ان بعض الناس عندها اعتقاد ان السنان ملهاش حل. كتير قوي بيجي لي مثلا يعني حاجه كده الوان غريبه. هو لا، ده تاكل، عدم اعتناء باللثه ادت لتراكم الاكل ده والبلاك فوق السنان. البلاك ده خبى او حمل بكتيريا من اللعاب ومن الاجسام المضاده، فتبتدي ان هو يبتدي تقعد بقى تنخر في السنان وتاكل في السنان، توصل الاسنان كلها للعصب. زي في الحاله دي كان عندها يمكن 12 سنه واصلين ان هم فيهم محتاجين حشو عصب، فراحت لحد قال لها انا هاخد في كل سنه مش عارف جلستين ولا ثلاث جلسات عشان اعملها. فيعني انضب ان البنت سمعت ان هي هتاخد لها مثلا 6 شهور راحه جايه على دكتور السنان عشان تخلصه. دي اتفقنا معاها، قلت لها انا هخلص لك مجموعه اسنانك دي كلها في قعده، وقالت لي مستحيل، اتراهنتني. قلت لها ماشي تعالي، تك 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 تك، قعدنا عملنا 12 سنه حشو عصب. طبعا تصوير كمبيوتر دور مهم. صورنا، عملنا الديزاين، راحت قسم التصوير صورت، عملت الديزاين، شافت الصوره بتاعتها، وافقت عليها،
طيب تمام انا عايزه، كانت هي عاجبها قوي هند صبري، اسنان هند صبري، فقالت لي انا عايزه اسنان زي هند صبري، قلت لها حاضر. عملنا لها الاسنان الاثنين الكبار شويه زي ما هي عايزه بنفس الشكل، عدلنا شكل اللثه عملنا لها نفس ال هو دول بسبع سنين هند صبري قريبين. هي حابه الترند ده وهي نقت فاهم اللي هي عايزاه، عملنا لها وعملنا لها الاسنان وعملنا لها البتاع و طيب خلاص هن فاينلايزد ولزقناهم لها بروسلين زجاجي. يمكن شايف درجه الشفافيه اللي عند الانسايزر ايدج دي او من تحت عند حافه الاسنان دي بتميز البورسلين الزجاجي عن اي ماده تانية، ويمكن ده سبب غلو. الحقيقه المريض النهارده بيبقى محتاج توجيه، محتاج اورينتيشن، محتاج ان انا اعرفه الصح فين، ومحتاج في نفس الوقت ثقه انه يبقى عارف ان في بيز لاين المكان اللي هو بيتعامل معاه مش هينزل عنه. يعني احنا النهارده لما بيتقال ان 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 احنا بنصرف كتير، بنصرف كتير، الانفراستراكشر بقينا دلوقتي حاليا عاملين فيه مجهود رهيب جدا، ده يدل انما يدل على ايه؟ على ان انا بالنسبه لي يهمني ان انا اخد احسن سيرفيس، المريض بتاعي ياخد احسن سيرفيس في العالم. تمام، مش هيروح الحمد لله في اي مكان على مستوى العالم الا لما هياخد السيرفيس بتاعتنا. انا عندي دكتور من احد الدكاتره بتوعي، يمكن دكتور بتاع احد التخصصات، هو بيجي لي 3 ايام وبيروح عياده في استراليا 3 ايام. كويس، لا الموضوع مرهق عليا عشان 24 ساعه في دلوقتي اسبوعين واسبوعين، ما علينا. المهم بيسافر استراليا يشتغل في عياده هناك. فكان ابتدى دلوقتي حاليا بعد الرينوفيشنز والحاجات اللي عملناها الفتره الاخيره، اخر مره جاي لي دي قال لي لا 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 بص شادي انا كده هحب اقعد هنا عن ما اروح استراليا. الستاندرد اللي احنا عملناه اعلى الحمد لله بكتير 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 من عيادات موجوده في استراليا وفي امريكا وفي الولايات المتحده. دكتور الاسنان، طبيب الاسنان يحب قوي يشتغل في مكان عنده فاسيليتيشن، عنده تسهيلات تكنولوجيه توصله للراحه والاداء الجيد. طب عن انه يشتغل في مكان ما فيهوش، يجي يطلب الكلام ده بقوله في كل حته يعني. طب يعني مثلا احنا، انا احب اشتغل في مكان فيه ايكو، فيه سونار، فيه كل حاجه. طب مثلا طب يعني تعالى نشوف سينال برضو اللخبطه فيها، وانا عايز اسالك على الخله، وعايز اسالك على الحاجات اللي ممكن الانسان بيستخدمها، يجيب خيط بتاع الهدوم ويبدا يعمل بيها مثلا سنان زي دي، وبرضو نفس الكلام العطه اللي هي المفتوحه دي، عضه مفتوحه دي نمره واحد. نمره اتنين، اللثه مغطيه جزء كبير من الاسنان، دي الحاله زي الحاله اللي كنت بقول لك عليها. على فكره بنات كتير عندهم السنان. بالظبط، ان انت يعني مجرد الحاله دي لو ما كانش السنان مفتوحه ومتلخبطه كده، مجرد اللعبه بس بالليزر وان انت تكشف السنه وتشيل جزء من اللثه بيفرق كتير جدا في شكل الاسنان. فبنبتدي ان احنا ندرس، نعمل اناليسز للحاله. انا عندي مشاكل اسنان شكلها صغير، فمحتاج العب في اللثه بالليزر، محتاج اقفل العضه شويه واطول السنان شويه، محتاج ان انا ادخل سنان لجوه واطلع سنان لبره، محتاج اغير الوان السنان، محتاج اغير شكل السنان انه مديها شكل طفولي مش انثوي خالص، محتاج ان انا اخفي اللثه اللي باينه دي، ان اللثه دي مش عجباني ان في جزء كبير منها باين، عندي اسنان طالعه بره محيط الفك خالص، محتاج ان هي تتشال خالص، اشيلها مش ملهاش لازمه بالنسبه لي، لان دي هتبوظ العضه وهتبوظ لي الاسنان، اللي هتبرز الاسنان اللي في الفك اللي قصادها يعني. فدول بالنسبه لي انا هاخد قرار، او ان انا هقول له هنعمل تقويم. تفهمني يعني واحده دي نعمل تقويم عشان ندخل الاثنين اللي هنا اليمين والشمال دول لجوه، دي في ميل. فبالتالي الا احنا قررنا، هي برضو المريضه دي يمكن برضو زي ما بقول لك الطابع اللي دايما بيميز او اللي الناس بتجيله الشايني وايت السرعه، فقالت لي لا انا برضو مش عايزه اعمل تقويم، رغم ان في ناس بتحتاج تقويم يعني. في ناس كتيره بتختار حل التقويم، بس يمكن ده في ناس برضو اكتر بتختارته. فابتدينا نعمل 4 اسنان قواطع اماميه وكوبري، 2 كوبري عملناهم بقى الحاله دي، اخترنا ان احنا نعملها زيركونيا شفافه علشان خاطر انا عايز اعمل يعني ما كانتش مستعجله قوي. فبرضو في بالظبط في 10 ايام كنت مخلص، عملنا بالليزر، شلنا الاسنان اللي هي طلع بره مقطع الفك، لزقنا الاربع سنان اللي تحت ولزقنا الكوبريين، فبقت 12 سنه تحت و12 سنه فوق، عملناهم ولزقناهم وقفلنا، ابتدينا ان احنا بقى شكل الاسنان مختلف، قفلنا العضه دي 100% المره دي، شكل اللثه غيرناه تماما، شكل الاسنان غيرناه تماما،
البنت شكلها اختلف كليا وجزئيا، كان فاضل لنا بس ان احنا نحقن لها هنا بوتوكس في الشفه علشان خاطر تريح شويه، عشان هي كان عندها الماسكليتشر شويه عاليه، يمكن عملناها بعد كده. ولكن دي بالنسبه لحاله الاسنان الحمد لله قدرنا نوصل بيها لحاله، لا مش مجرد بس ان انا اعرف اكل على اسناني، لا مش مجرد بس ان انا سناني تبقى حلوه، لا انا لازم ان انا يبقى عندي بيرفكت سمايل. كل شكر وتقدير للضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتوراه ماجستير علاج الجذور بجامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد في الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقبي. في اللقاءات القادمه عايز كمان اكلمك على الشكل الاكاديمي، ماذا قدمت في الكليه؟ عايز اشوف الجهد اللي انتم بتعملوه جوه الكليه، كليه طب اسنان جامعه عين شمس، ازاي طورتوا الاقسام هناك وقسم الاندو ازاي تطور هذا التطور الكبير؟ فخلينا المره الجايه نتكلم في ده كمان ان شاء الله. خليكم دايما مع الدكتور، اوعى تروح في حته تانيه. اهلا بكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، الحلقه دي مهمه جدا ومثيره للغايه. والحقيقه اهميتها اللي عايز يدرك اهميه الحلقه دي وعنوانها يعني من قلب العنايه المركزه. والعنايه المركزه وخصوصا عنايه المخ والاعصاب المركزه، ولو العنايه المركزه بان الاسم شامل عموما، تدخل تشوف قصص انسانيه وتشوف الانسان طبعا يعني وهو زي ما بيقولوا كده محرج جدا من نفسه لاهماله كتير من الحالات كده، او محرج جدا لانه مش مدرك مثلا قيمه العلم في تشخيص حالته، مثلا حاله ضغط عالي سابع، تمدد شرياني مش مفهوم. شوف مثلا حاله الضغط المتسابه دي، متسابه يعني ما بتتعالجش، تمدد شرياني ما حدش واخد باله منه، ما يسمعش عنه، وشرايين المخ حساسه جدا يا جماعه، على فكره مش شرايين ضعيفه جدا عشان تبقوا عارفين، شرايين المخ من اضعف الشرايين. تبص تلاقي ايه؟ الضغط بدا يعلى، وسعادتك ما يعني ما بتاكلش كويس، ما بتاخدش دواء الضغط كويس، والضغط بيعلى، فتلاقي تصلب شرايين بدا يحصل، وجلطه بدات تحصل بالتدريج، وممكن كمان ضعف في الشريان يبدا يفجر هذا الشريان، وفي النهايه نبص نلاقي حته من المخ ماتت. ده ممكن يحصل بسبب جلطه كمان طالعه من القلب، تطلع الجلطه زي ما احنا شايفين وتمشي تمشي تمشي، تروح جايه في الشريان سداه، حته من المخ تموت. وانت وبختها بقى الحته دي ايه؟ الحته دي بتاعت حركه في اريا اسمها اريا 4، يحصل شلل في جزء من اجزاء الجسم. حته بتاعت كلام يحصل افيزيا زي اريا مثلا 8 او اريا 44. يحصل مشكله في ال 17 و 18 و 19، بص ده نزيف بقى زي ما قلت لكم، ارتفاع ضغط الدم ما تعالجش كويس يحصل نزيف، ونزيف ده برضو انت وبختك هيحصل داخل المخ، هيحصل تحت الام الجافيه، تحت الام العنكبوتيه، زي ما انت شايف المخ ممكن كل حاجه تحصل فيه. الجلطه ممكن تضرب الشريان اللي واصل للمخ من تحت، وحاجات تانية كتير. لكن خليني اقول لكم، هنا بقى كانت زمان التدخل في عمليات جراحيه في المخ ده ضرب من ضروب الخيال، وكان من الصعب ان احنا نقول ان حد هيدخل يعمل عمليه في المخ ونفك له مثلا تجلط او نشفط له نزيف او نتعامل مع شريان فيه مشكله او نشيل له ورم في الغده النخاميه وان المساله هتعدي كده. دلوقتي بقت العمليات دي تتعمل، وبتعمل في مصر بتقنيات عاليه جدا وبجراحات زي الجراحه الملاحيه، تعمل تقدم رهيب جدا في التعامل مع هذه الحالات. النهارده هندخل العنايه المركزه وغرفه عمليات جراحه ملاحيه لجراحات المخ والاعصاب في مثل هذه المشكلات وغيرها فيما يتعلق بجراحات المخ في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق. وخلوني فيها ارحب بالقمه العلميه الكبيره والاسم الكبير استاذنا الاستاذ الدكتور انور يسري الحميلي. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. دكتور يسري بيه أهلا بيك. أهلا دكتور. معلش قلت اسم الأب. اسم الأب فوق كل حاجة. فوق كل حاجة والله، يعني يعني ذكرى كويسة يعني نفتكره بكل خير. الله يرحمه ويرحم أبوي. عايزين نقول النهاردة حتة مهمة قوي من داخل العين المركزة. اللي أنا قلته ده إيه؟ الحقيقة اللي أنت قلته ده هو اللي دفعني من سنين طويلة ان انا اغير قوي من الاجانب، وابقى عايز اعمل مكان المريض بتاعنا اللي عنده مشكلة ومشكلة كبيرة جدا يلاقي فيه طريقة للعلاج زيه زي الاجانب،
ما يبقاش اتظلم عشان هو هنا في مصر وقدامه 6 ساعات 8 ساعات عشان يسافر بالطيارة يروح بلد متقدمة. الكلام ده خلاني أعمل تحدي كبير جدا، وهو تحدي إن إزاي تعمل وتجيب قسطرة بتعالج المخ وبتعمل عمليات في المخ بالقسطرة زيك زي ألمانيا، زيك زي أمريكا، زيك زي أحسن المراكز المتقدمة في الدول الغربية، والقسطرة دي تحطها وتعمل بيها عمليات زي ما بتعمل في القلب بالظبط، وتعالج بيها حاجات كبيرة جدا جدا بدل ما تعمل عملية. مع ان ايه، انت راجل جراح وجراح بارع، بتقدر تعمل عمليات النزيف كويس جدا، بتقدر تعمل عمليات التمدد الشرياني، بس انا لما سافرت وشفت تحديدا في ألمانيا بيعملوا ايه، القسطرة دي ازاي بتعالج نزيف، بتعالج تمدد شرياني، كان نفسي قوي ان انا اجيب ده في مصر. الحمد لله ان ده عندنا موجود في مصر، موجود في نيوروسباين اللي بتصنع يعني المستشفى دي. لو نبص في الامكانات بتاعتها هنجد انها امكانات جامعة كبيرة مش مستشفى. يمكن اللي بيجي يبص ان المستشفى داخل مول بيعتقد انها حاجة صغيرة جدا، لكن لما بيخش جوه ويجد الامكانات الرهيبة جدا يعرف قد ايه انا ما بهتمش بالشكل وبالمظهر قد ما بهتم بالجوهر، وده دايما طريقتي وده دايما اسلوبي. انا حبيت ان انا يبقى عندنا مستشفى في الشرق الاوسط تخدم الغرض ده، ان المريض اللي جاله جلطة جاله نزيف في المخ هيتعالج زي ما بنعالج في امريكا وفي المانيا بالظبط. تعال نشوف احنا في التمدد الشرياني يعني ايه، ايه هو التمدد الشرياني. ناس كتير ما تعرفش. خلينا نعرض الفيديو الاول كده، اول فيديو هيورينا يعني ايه. ادي التمدد الشرياني عبارة عن بالونة طلع من الشريان وبظل بره كده، والبالونة دي خطيرة جدا لانها ضعيفة جدا، ولما الضغط بيرتفع جواها هتعمل دوامات من طيارات الدم اللي هتنفجر وتعمل نزيف قد يكون قاتل. العملية هي اللي بنعملها ان انا بدخل اركب كليب او كليبس او مشبك بالبلدي كده على الشريان، فقل الشريان ده ما يمرش فيه الدم، بس دي عملية كبيرة هتحتاج بنج، هتحتاج أوضة عمليات كبيرة، هتحتاج 4-5 ساعات شغل، ده معايا المهارة الكبرى، وهتحتاج الأهم من كده رعاية مركزة لمدة أسبوع أو أكتر، وممكن المريض ما يعديش من العملية. النهاردة القسطرة المخية اللي موجودة وبفخر إنها موجودة في نيوروسباين بتعمل المعجزة. المعجزة الكبيرة دي إزاي؟ بدخل زي قسطرة القلب بالظبط من شريان الرجل، بدكك قسطرة، القسطرة دي ساعات تبقى متصلة بدعامة، ساعات تبقى متصلة ببالونة، ساعات تبقى متصلة بكويل أو كليبس أو حاجة حلزونية الشكل. دخلت شوف التمدد الشرياني فين في المخ، وأنا هدخل إزاي؟ هدخل بالقسطرة من رجل المريض، من عند فخذ المريض من أعلى الفخذ، والقسطرة دي هندككها وهنمشي مع طيار الدم لحد ما نمر بالشريان اللي داخل المخ، هندخل جوه التمدد الشرياني ده وهنضع الكويل. شايف هنا ده المكان، ده المكان دخلنا من الرجل من الحته دي تحديد. زي قسطره القلب بالظبط، زي قسطره القلب وبيدخلوها من ايد دلوقتي على فكره. طبعا يعني ممكن يدخلها من ايد برضه في القلب. بندخل عن طريق الارتري ده، ودخلنا مشينا مع تيار الدم، ادي القسطره اهي، ودخلنا لحد التمدد الشرياني اللي فوق في المخ. دخلنا عند التمدد الشرياني اهو، وهنحط جواه بقى يا اما بالونه تقفله يا اما كويل زي ما احنا شايفين كده. الكويل ده بيعمل شبكه، بتيجي الاوعيه الدمويه تركب فوق الشبكه دي وتعمل جلطه تسد هذا المكان بشكل نهائي تماما، يبقى الدم مش هيمر فيه، الجلطه دي هتتليف، يبقى احنا استفدنا من الجلطه كمرض واستخدمناها في هدف بناء جميل جدا. عملنا جلطة صناعية جوه التمدد الشرياني، قفلناه، انعدم تيار الدم فيه، أصبح المريض في أمان، هيطلع من العملية البسيطة دي فايق، بيتكلم، بيقعد مع أهله، بيعمل كل حاجة، هيخرج، ممكن ما يقعدش في الرعاية المركزة، ممكن يقعد ساعة ساعتين، وممكن يروح بيته في نفس اليوم. معجزة كبيرة جدا إن أنت تحول عملية كبيرة من أسابيع جوه الرعاية المركزة ويا آية لأ العملية بسيطة بالشكل ده، بس وراها ايه؟ وراها امكانات كبيرة، وراها مجهود كبير جدا عشان تصنع ده، وراها فريق كبير جدا بيجهز للكلام ده. احنا بنفخر ان احنا عندنا قسطرة
من أعظم أنواع الأساطر المخية وهي إنتاج شركة فيليبس، ودي البراند رقم واحد في العالم. دي موجودة في نيوروسباين، بنعالج بيها نزيف المخ، التمدد الشرياني، ممكن نعالج جلطة لو لحقنا المريض في خلال أول 4 ساعات، نشيل الجلطة دي من الشريان ويبقى المريض ده تم علاجه علاج شافي تماما. طيب حتى بقى بما ان انا بحب الاعراض واحنا بتوع بطنة، فمعلش لازم اسالك في الحته دي ونوضح للناس شويه، لان الحته دي مهمه قوي. ازاي الانسان يعرف انه ممكن يكون عنده تمدد شريان، خصوصا معظمهم سايلنت، معظمهم بتبقى اعراضهم بسيطه؟ بص، حتى في امريكا نفسها نسبه التلت فقط من المرضى دول اللي بيتم تشخيصه ويوصل للمستشفى في وقت مناسب. في تلتين ما بتشخصوش حتى في امريكا، وبالتالي المريض ما بيرهقش نفسه غير ان هو ينتظم في علاج الضغط زي ما انت قلت. لكن هي رساله للاطباء، لو مريض عندك عنده نزيف في المخ او تمدد شرياني، من فضلك اوعى تعافر. لو نزيف تحت الام العنكبوتيه زي ما بقول كده، هات من الاخر، ابعت المريض لمكان امين كويس جدا يصحح ويعالج، لان الساعه بتفرق معانا والدقيقه بتفرق معانا. المريض لما بيجيني في وعي احسن بقدر اعمل حاجات اسهل كتير جدا، والمريض لما بيجيني في غيبوبه متقدمه بيبقى الفرق كبير، وبيبقى فاته فرصه كبيره جدا. فحرام انك تضيع على المريض ده فرصه. تمدد شرياني، نزيف تحت الام العنكبوتيه، نزيف في المخ باختصار شديد، لا، لازم يروح مكان مؤهل بالكلام اللي انا بقوله ده، مش مجرد كلام. عندنا مرضى بيسمعوني دلوقتي من أول أسوان لحد اسكندرية، ومن أول العراق لحد الجزائر. عندي مرضى أنا عامل لهم العمليات دي في نيوروسباين، عامل تمدد شرياني. ما احنا بنتكلم بنقول ما تخليش حد يضحك عليك. المراكز والمستشفيات ما هيش أوضة وصالة يا جماعة، المراكز والمستشفيات هي مستشفى كبيرة مجهزة وراها طاقم كبير جدا. ما تتضايقش انك تروح تقعد تستنى ساعة أو ساعتين مستني دورك، مش مشكلة، بس في الآخر خالص هتجد الرعاية اللي تخليك من الآخر خالص في وضع آمن. مش واحد يكتب لك مركز مش عارف إيه ويسرق الشعار بتاعنا ويقوم حطه على أوضة وصالة، ينفع الكلام ده؟ إحنا في بلد، وللأسف إحنا طبعا ناس مشغولين بالعلم ومشغولين بالشغل، ما بنقعدش ندور بقى في صراعات ونقعد نتكلم. ودايما بقول أنا اللي بيجي عندي المستشفى ويشوف يجد إن المستشفى صرح كبير جدا موجود جوه مول تجاري، يمكن المول ما اكتملش بناءه، شكله ما يديش المنظر ده. بس بقول للناس دايما يا جماعة، أنا بهتم، ما بهتمش بالشكل، أنا بهتم بالجوهر. دايما لما تدور وتمشي مع الدكتور يسر الحميدي هتجد أنك أنت كل مرة بتكتشف أن الجوهر أحسن بكتير جدا من المظاهر. فما تنخدعش بحد تاني بيبيع لك الوهم وياخدك لمكان مش مؤهل. طيب أنا عايز أروح بقى للنزيف، النزيف المخ، وخصوصا في الحوادث. يعني واحد بتبقى حادثة تافهة، يعني مثلا سواء حوادث او نزيف في المخ نتيجة الضغط، حتى دي عايز انبهها قوي. واحد بيعدي الطريق، عربية خفيفة خبطته ووقع، ممكن وعيه يبقى كويس في الاول وبعدين بعد كده يفقد الوعي. شرحناها مرة في الطب الشرعي دي، بس انا عايز حضرتك توضحها للناس، لانه حتة ان واحد يتخبط في دماغه من فوق عجلة، يقع من فوق موتوسيكل ويروح وينام ويطنش، الحكاية دي خطيرة جدا. طبعا بيسمعني دلوقتي احد مرضاي، انا ما بحبش بس اقول اسماء، اللي هو يعني جاني في مره يشكرني، وجايب احد الوزراء يشكرني لانه جاله نزيف في المخ، وقد ايه كان عامل الوقت مهم جدا ان عملت العمليه في خلال 4 ساعات، وان المريض ده بقى طبيعي تماما، وكل اصحابه اللي في سنه جون يشكروني، ومنهم احد الوزراء. عايز اقول ان عامل الوقت مهم جدا. شوف، سواء كان النزيف نتيجة خبطة أو النزيف جاء بدون خبطة، ده مريض عنده وحمة دموية جوه المخ، عبارة عن وصلة ما بين الشريان والوريد، مفيش أوعية دموية، مفيش شعيرات دموية. هندخل بالقسطرة، دي عملية معقدة جدا لو هتفكر فيها بالطريقة الجراحية التقليدية. لكن شوف تعالى لما بندخل بالقسطرة إيه اللي بيحصل. القسطرة دخلت برضو بكرر من الرجل، ما بيناش محتاجين بقى فتح الجمجمة ولا الكلام ده خالص. ودخلنا بالقسطرة، معانا طبعا لا ننسى فريق الأشعة العلاجية، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى محمود أستاذ في عين شمس، وده من الناس الأفاضل اللي بيشتغلوا معانا في نيوروسباين ونفخر بيه. شوف احنا بندخل بالقسطرة لحد فين جوه هذه الوحمة الدموية، وحطينا الكويل. الكويل ده عبارة عن شبكة
هتترسب على جدارها الأوعية الدموية وتعمل جلطة، الجلطة دي سدت الوحمة الدموية بعدتها تماما. حد يقول لي ده الجلطة دي ممكن تيجي بعد شوية تتفتت؟ لا يمكن. ليه؟ لأنك عامل زي المقاول اللي بيحط حديد ويصب فوق الحديد أسمنت فبيبقى صلب جدا. لو حط الأسمنت بس هيبقى هش ويتكسر، لكن الحديد ده بيعمل قلب قوي جدا يمسك البناء بشكل جيد. وبالتالي ده عالجت مشكلة كبيرة جدا 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 في ثوان وساعات قليلة وبدون ما يكون المريض حالته تسمح. لو كبير في السن مش تقدر تعمل عملية، لو عنده ضغط عالي عنده حاجات كتير جدا بتمنع انك انت تعمل العملية دي، لكن القسطرة حلت المشكلة ببساطة just like this. المنظار وأورام المخ، يعني مثلا الغدة النخامية بمشاكلها بتتري أدينوما سواء برولاكتين عالي، الراجل بدأ يعاني من اكتئاب، عنده صداع شديد، بدأت الرؤية تبقى عندها فيها مشكلة في الجانبين، في بدأ كمان يبقى عنده مشاكل إنجابية، رغبة جنسية قلت، اكتشفنا أن البرولاكتين عالي أو أي شيء من هذا القبيل، بدأ يضغط على الكازمة أو على العصب البصري في الناحيتين، بدأت الرؤية تقل في الجنبين. الحكاية دي تشخيصها عندنا احنا، لكن علاجها بيكون جراح. صحيح. والسيدات اللي ما عندهاش انتظام في الدورة وما فيش حمل نتيجة ان في ورم في الغدة النخامية. والعملية بقى اللي هي بقى الست اللي خايفة العملية هيتحلق شعرها بقى ويتشل شعرها وتفقد على الاقل جمالها ان ده طلعت ماشي على رجليها. النهاردة بنعمل الكلام ده، ده الورم اهو في الغدة النخامية، مش بس في الغدة النخامية، كل أورام قاع الجمجمة بنقدر ندخل بالمنظار من فتحات مختلفة، ممكن ندخل من الأنف زي ما احنا داخلين كده، ممكن ندخل من تحت الحاجب، ممكن ندخل من خلف الأذن، دخلنا إلى قاع الجمجمة وده المنظار هيدخل يشيل الورم والورم بس. ليه؟ لأن المنظار ده ما بيشتغلش لوحده، المنظار ده ما هوش حاجة بسيطة، المنظار ده وراه فريق كبير جدا، حد بيقيس كهربة المخ واحنا شغالين، حد بيقيس بيورينا بالأشعة أنسجة المخ، حد على الكمبيوتر مركب الورم على الصورة الحقيقية فبين لنا بنشيل قد إيه. ما جاتش الموضوع كده في لحظة عابرة، بقينا بنشيل أهو الورم حتة حتة فتفوتة فتفوتة ونقوم مستأصلين الورم بس. ليه ما بنشيلش الغدة النخامية؟ لأن زي ما بقول الموضوع مش موضوع فكاكة أو فهلوة، ده فريق كبير جدا بيعمل العملية دي. وبالتالي دايما بقول اللي بيعمل الكلام ده لازم يبقى عنده مركز كبير، مستشفى كبيرة، مكان مجهز ومؤهل يقدر يعمل فيه عمليات مناظير المخ. على فكرة احنا الحمد لله رب العالمين، وما بقولش أنا بقول احنا، لأن احنا فريق جماعي بنعمل عملياتنا في نيوروسباين بالمناظير لأورام المخ بنجاح الحمد لله رب العالمين منقطع النظير. عندنا مئات المرضى دلوقتي من كل حتة بيسمعوني، عندي أنا شخصيا مرضى مسمين ولادهم اللي ما كانوش بيخلفوه على اسمي وبفخر بده وأنا مبسوط بيه، لأن ده اللي بيديك الطاقة إنك تقدر. أنت بتواجه تحديات كتيرة جدا، تحديات رهيبة جدا، أبسطها في الأونة الأخيرة الدولار وقفزته ومشاكله، فأنت عشان تجيب كل التكنولوجي وتستمر أنت بتواجه تحديات هايلة. اللي بيخليك تبقى مبسوط وسعيد ان يدخل عليك مريض يقول لك شكرا، يقول لك الحمد لله، يبعت لك رسالة في عيد في مناسبة، يدعي لك دعوة، فهو ده اللي بيخلينا نقدر نستمر. وبنقول الحمد لله ان احنا قدرنا نجيب ده بلدنا، وان انا بفخر ان انا النهاردة في شهر 7 الجاي جايب كوكبة من الخبراء الاجانب هيقعدوا في مصر اسبوع كامل، مش خبير واحد بقى، انا جايب من المانيا واحد، من امريكا واحد، وبنجيب واحد من شرق اسيا، ممكن هيبقى من اليابان في الغالب. الفريق ده هيجي يقعد هيعمل في نيوروسباين عمليات في المخ، عمليات في العمود الفقري، هيشوف عيانين، هيشخص، هنعالج. احنا عايزين في الاخر خالص للمصريين صحة وامان وراحة بال، مش عايزين حد يسافر برة يتعب ويصرف قد كده، مش عايزين دولارات تطلع برة، احنا عايزين بلدنا تحتفظ بكل خيرها. ده حقيقة، النهاردة احنا هتلاقوا في الفترة الجاية اعلانات عاملاها مستشفى نيوروسباين عن استخدام خبراء اجانب، ما هو يبقوش خبير واحد بس يا جماعة، احنا جايبين اكتر من واحد في اكتر من مجال في المخ والعمود الفقري. ولما بجيب حد من برة انا دايما بجيب اساتذة عظام كبار انا شخصيا بتعلم منهم
وانا شخصيا بتتلمز على ايديهم عشان تبقى الفايده فايدتين، مش ان انا جايب حد مجرد انه اجنبي عينه خضراء وشعره اصفر وبيتكلم انجلش، لا انا جايب حد فعلا فعلا زي ما جانا البروفيسور ويليام سميث، وده قيمه كبيره جدا. جايينا اساتذه عظام كبار هتعرفوا اسمائهم ان شاء الله في الحلقات الجايه تباعا باذن الله. ويا ريت تشرفونا ان شاء الله، يا ريت يعني يبقى شيء جميل. انتوا دايما متواجدين معانا زي ما كنتوا متواجدين قبل كده، وزي ما انتوا متواجدين معانا بالكاميرا بتاعتكم في المستشفى في كل الاحداث وفي كل المناسبات. دايما بنشكرك يا دكتور ايمن، ودي فرصه حقيقيه نقدم لك خالص الشكر ان دايما ما بتفوتش حاجه. وانا يعني ان شاء الله انت ما بتحرمش مشاهدينك من اي حاجه جميله، ودايما متواجد معانا، فيعني احنا بنشكرك وده اللي كلنا بنتكاتف عشان نقدمه، لان مريضنا يستحق اكثر من هذا ويستحق اكبر من اللي احنا بنعمله. اشكرك شكرا جزيلا اولا على انك انت تدينا من وقتك وتشريفك لنا في هذه الزياره الجميله وعلى هذا الحوار الممتع، وايضا على كل الفيوتشر بلانز اللي احنا نقدر نعملها، خطط المستقبليه المتميزه جدا. واعتقد ان احنا اكيد لازم نكون معاك في كل خطه من ديت، وهيبقى الحوار على مستوى عالي على مستوى عالمي ربما منفردين بيه، واعتقد ما حدش يقدر يوصل لهذا المستوى التفصيلي في الكونسولتو. فكرة الكونسولتو العالمي دي فكرة رائعة جدا جدا. كل شكر وتقدير للضيف العزيز الأستاذ الدكتور يسري أنور الحميلي، أستاذ استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وطبعا مدير مستشفى نيوروسبان للجراحات المتخصصة. اسم كبير داخل اسم كبير وحوار مثير، وانتظروا الكثير القادم من المثير في عالم جراحات المخ والأعصاب الذي تقدم تقدما مذهلا. ولكن يبقى السؤال دائما، من البطل؟ البطل عمل جماعي، ليس فرد ولكن مؤسسة، وأيضا ليست ماشينز ولكن مان بيهايند ماشينز، مان بيهايند ماشينز، الرجل خلف التكنولوجيا هو المهم جدا جدا جدا. لا التكنولوجيا لوحدها تكفي ولا المهارة لوحدها تكفي، لا، إذا اجتمع الاثنين هيكون الفائدة عظيمة جدا بالنسبة للمريض. أرجوكم ابقوا مع الدكتور.